بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. موضوعات كثيره النهارده هنتكلم عنها، ويعني هنرد على بعض الامور وهنكشف بعض الحقائق، وكمان هنتكلم عن منتخبنا الاولمبي اللي ظهر بشكل مشرف لكل المصريين الحقيقه. ولكن في البدايه خلوني أتكلم عن رابطة الأندية الحقيقة اللي بتعقد دلوقتي حالا مؤتمرا صحفيا في العاصمة الإدارية. رابطة الأندية بتعقد مؤتمرا صحفي النهاردة عشان يتم الإعلان عن تفاصيل الدوري الجديد. هنعرف شكل الموسم الجديد، عن بطولة الدوري، تفاصيل البطولة، موعد انطلاقها، ارتباطات الأندية، المنتخبات، هيحصل إيه الموسم القادم، شكل الدرع هل سيظل كما هو، أمور كثيرة جدا جدا هنتكلم عنها. ولكن خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح. زي ما تعودنا من حضراتكم دايما قناه النادي الاهلي بتكون موجوده غالبا في كل الاحداث عشان نطمن على كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي وبكره القدم المصريه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من العاصمه الاداريه الجديده علشان يكلمنا عن ماذا يحدث في المؤتمر الصحفي لرابطه الانديه اللي بيتم فيه الاعلان عن امور كثيره جدا. فاروق ازيك يا حبيبي؟ برحب بيك طبعا يا كابتننا الكابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قبل ما اتكلم على اي تفاصيل يا كابتن اسلام، احنا بنشعر بالفخر في وجودنا في هذا الطرح او الصروح العملاقه اللي حوالينا. فعلا الجمهوريه الجديده والعاصمه الاداريه بكل معلم وكل مشهد الجميع بينبهر بالمشهد، واعتقد كانت فكره في غايه الروعه ان يكون الاعلان عن تطوير درع الدوري او الشكل الجديد للدوري المصري هنا في العاصمه الاداريه، ويعني اهم مشروع استراتيجي للدوله المصريه طبعا في ظل وجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدور الكبير ودعمه اللامحدود سواء لكل افراد الدوله المصريه وبالتحديد منظومه الرياضه المصريه. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه رائعه جدا، وكانت فكره رائعه. والنهارده كان في اتوبيسات من اتحاد من امام اتحاد كره القدم واخده معظم الصحفيين، ودتهم او كل الصحفيين تقريبا ودتهم على العاصمه الاداريه الجديده، وبالتالي يعني اكتشافات جديده بنكتشفها الحقيقه في زي ما انت بتقول يا فاروق في الصروح الكبيره جدا والكثيره اللي موجوده في العاصمه الاداريه. ايه اللي حصل النهارده في المؤتمر، وهل المؤتمر لسه مكمل معانا شويه ولا الامور انتهت، وايه اللي حصل؟ لا خليني اقول لك يعني يا كابتن اسلام، المؤتمر كان انطلق في تمام الساعه 9:15 طبعا، وده دي البدايه اللي ما تعجبنيش لانه المؤتمر كان مكتوب ان هو هيبدا الساعه 7. طبعا يا كابتن اسلام انت عارف المؤتمر كان محدد ان هو في الساعه 7، لكن حكايه المؤتمر بالفعل كانت في تمام الساعه 9:15 طبعا، في وجود طبعا انتظار وجود الضيوف، وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا يعني المسؤول من الشركه الانجليزيه، اللي برضو خليني من خلال حضرتك برضو نبقى انا انفراد لينا من خلال قناه النادي الاهلي ان خلاص تم حسم هذا الامر. شكل الدوري او شكل درع الدوري بالتحديد هيكون شكل مختلف تماما في الموسم الجديد ده اللي هتتكفل بيه الشركه الانجليزيه اللي هتصمم شكل جديد يعني لدرع الدوري المصري. ودي كانت بدايه اهم الامور اللي يعني من اساس هذا المؤتمر واحد اهم البنود اللي تم الحديث عنها، شكل جديد لدرع الدوري. اذا رقم واحد هو شكل جديد لدرع الدوري العام. 43 مرة النادي الأهلي، 42 لسه حتى الآن النادي الأهلي فاز بيهم، إن شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراة القادمة يوم الخميس هتبقى المرة 43، وبالتالي هل سيكون هناك ما يدل على أن النادي الأهلي فاز ب 43 دولي؟ يعني كابتن اسلام النقطة دي يعني لسه ما اتحسمش فيها هذا اتحسمش يعني ما اتحسمش؟ يعني اكيد النادي الاهلي هيحقق الدرع رقم 43، لكن الشكل لا، النادي الاهلي لسه لم يتم حسم الدرع، ولكن انا بتكلم ايه اللي هيحصل، هل سيكون هناك ارقام جديده هتتعمل ازاي؟ لسه يعني لسه التفاصيل ما بانتش اقصد. يعني كافه التفاصيل الخاصه بهذا الامر لم تعلم يعني بشكل اوسع او بشكل موسع، ولكن هو الامر الاهم هو شكل جديد لدرع الدوري. ده الامر اللي طبعا خلاص يعني تم الاستقرار عليه، واعتقد ده يعني المكلف بيه الشركه الانجليزيه. خليني ايضا اقول لك
الشركه اللي راعيه شركه النيل للتطوير العقاري، هي تكون هي الراعي للدوري المصري لثلاث مواسم. طبعا الدوري هيبقى دوري نيل ده خلاص، يعني الشركه اللي هترعى الفرع الدوري او بطوله الدوري المصري. النائب احمد دياب اتكلم على يعني على الموسم ده بالتحديد، وقال واجهنا فيه تحديات كتير جدا، في بعض التحديات والظروف اللي ما كانتش مدرجه ضمن يعني البرنامج بتاعنا. كان في تحديات كبيره جدا، النادي الاهلي ودوره ان هو وصل لكاس العالم الانديه ويلعب في كاس العالم الانديه، وان النادي الاهلي النادي المصري اللي كمل في المرحله الاخيره للبطوله الافريقيه وحصل على بطوله دوري ابطال لافريقيا في ظل هذه التحديات وفي ظل هذه الظروف. وطبعا هو يعني الجميع اثنى على النادي الاهلي والدور اللي النادي الاهلي بيلعبه، ويعني اكيد بيبقى في يعني الحاج عامر حسين يتكلم قال بيبقى في عندي ضغط كتير جدا، ولكن كلنا بيبقى في قمه السعاده، والنادي الاهلي بيقف على منصات التتويج وبيرسم البسمه على وجوه الرياضه المصريه. الوزير اشرف صبحي اتكلم ايضا في نقطه مهمه جدا وهي المنتخب الاولمبي، وقال يعني احنا كنا في كلنا في قمه السعاده احنا بنشوف المنتخب الاولمبي، وده نتاج ل مجهود كبير جدا. ويعني اعلن ان هو خلال كلمته قال لك انا هتوجه غدا بمشيئه الله لمطار القاهره لاستقبال بعثه المنتخب. استحقوا الحقيقه. بالفعل يا كابتن اسلام اشاد قال احنا كلنا شفنا وعرفنا مدى التاثير المباراه، كان فيها عوامل ثانيه اكبر من نتيجه المباراه ويعني واكبر من الخصم لازم هنتكلم في هذا الامر. طبعا طبعا بالظبط يا كابتن اسلام، لكن هو قال وقال اللي هيكون متواجد معانا طبعا كلنا نروح نستقبل هذا المنتخب اللي يعني اللي اعتقد الامل طيب. الكره المصريه المؤتمر انتهى ولا لسه يا فاروق؟ حتى الان يا كابتن اسلام المؤتمر لسه بيستمر، يعني بهذه الاثناء يعني كان تحدث ايضا رئيس شركه النيل للتطوير العقاري محمد طاهر، والدور المهم جدا اللي هم شايفينه في الرياضه المصريه واستغلال هذا الامر. ايضا يعني معظم الكلام اللي بيتقال عن ازاي هنقدم وندعم الانديه الشعبيه، ودي نقطه مهمه جدا للجميع، اللي يعني كانت من كلمات النائب احمد دياب او الكابتن او الوزير اشرف صبحي، ان احنا ازاي ندعم الانديه الشعبيه، ازاي نقدر نطور النقل التلفزيوني، دي نقطه مهمه جدا نتكلم فيها. ازاي نقدر نطور النقل التلفزيوني؟ اذا اول حاجه سيتم تغييرها هو درع الدوري، عشان بس نستفيد بهذا الامر، اول حاجه تغيير شكل درع الدوري، وشركه انجليزيه هي اللي هتعمله. والحقيقه في النقطه دي تحديدا انا اثق بشده في اي حاجه فيها النائب احمد دياب والمهندس سيف الوزيري. الاثنين دول الحقيقه لهم رؤيه كبيره جدا، سواء المهندس سيف الوزيري في المتحده للرياضه او النائب احمد دياب في رئاسته لرابطه الانديه حتى الان، وبالتالي انا متاكد ان هتكون هناك شكل مغاير لشكل درع الدوري ان شاء الله خلال الايام القادمه. نمره اثنين انه سوف يكون بدايه من الموسم المقبل ان يكون هناك شكل جديد للنقل التلفزيوني، مظبوط كده؟ بالظبط يا كابتن. طيب رقم ثلاثة، هل من الممكن أن يكون أو هل تم الإعلان عن بداية الدوري إمتى؟ ارتباطات الأندية كيف ستكون خلال الفترة القادمة؟ حتى لم يتم الإعلان عن هذا الأمر يا كابتن الإسلام. الأمور اللي تمت المناقشة فيها تطوير النقل التلفزيوني، تطوير تقنية الفار، وكيفية إنها تتقدم في أفضل صورة. دي من النقاط المهمة جدا. عايز أتكلم على نقطة مهمة برضو في سياق كلام حضرتك، الدور الرياضة. عايز أتكلم على المهندس سيف الوزيري، المهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المشاهدة، والوزير أشرف سلمان، والكلام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دور المتحدة للرياضة في توفير كافة الأمور. وعايزين نتكلم بالتحديد على المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى والوزير أشرف سلمان، وقال أنا عارف إن أنا بأرهقهم كتير جدا في هذه الأمور من خلال يعني تلبيه كافه الامور، وهم ما بيتاخروش عن اي امر. يعني الوقت اللي بكلمك فيه حاليا بيتم توقيع العقود ما بين طبعا رابطه الانديه بقياده المهندس احمد دياب والمهندس محمد طاهر رئيس شركه مجلس اداره شركه النيل للتطوير العقاري. الجميع منبهر يعني بالامور اللي بيتم الحديث عنها، الجميع منبهر بالمكانه نفسه
التقسيط بقى يا كابتن اسلام، وان انا ازاي اطور وانمي الامور الخاصه بالدوري، مش في الشكل بس يا كابتن اسلام، لا في النظام بتاع الدوري المصري، ان انا ادخل يعني كلام ان كره القدم دلوقتي اصبح يعني اوجه الصرف كتير جدا، فازاي انا اقدر ان انا انمي هذه المداخل بالنسبه للانديه، خاصه الانديه الشعبيه. وكتير بيتكلم على طور النادي الاهلي، بتشوف النادي الاهلي بيضرب فيه المثل. لا لا، طلع النادي الاهلي بره القصه، لان النادي الاهلي الحقيقه في منطقه اخرى تماما، وده اللي انا دايما بقوله، وده دايما اللي انا بعيده، ان يا جماعه النادي الاهلي في منطقه اخرى، وليس بالكلام ولكن بالبطولات بالشكل العام بكل حاجه حلوه. بالظبط يا كابتن اسلام، ويعني في سياق هذا الامر برضو انا كان ليا برضو من خلال حضرتك، ونقول ده تصريح من الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. اتفضل. لما سالته بخصوص درع الماتش الاهلي والزمالك، هل بحكام اجانب ولا بحكام مصريين؟ قال لي هذا الامر احنا تركنا الامر بالكامل للجنه الحكام المصريه، هي اللي هتحدد الاسماء، هي اللي هتختار. لكن خليني باكد لك يا كابتن اسلام، الطاقم تحكيم مصري لاداره مباراه طيب الاهلي، لانه كلام مهم جدا. اذا بص يا فاروق، لما ان شاء الله ربنا يسهل وكل الامور تنتهي، محتاجين نعرف هل تم تحديد موعد لبدايه الدوري الجديد؟ الناس مستنيه تعرف هذا الامر، ايه اللي هيحصل، شكل الدوري هيبقى عامل ازاي، الامور كل هذه الامور هل تم الاعلان عنها ولا لسه؟ حتى الان لما تم الاعلان عنها يا كابتن اسلام. طيب خلاص، اذا عندما يتم الاعلان عن كل هذه الامور، اتمنى ان انا او انت تخش معانا مره اخرى، ومستمرين معاك خلال هذه الفتره في كل هذه الامور، لانه الحقيقه خلاص عرفنا ان شكل درع الدوري سوف يتم تغييره، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هناك امكانيه ان شاء الله، او هناك اتفاق على ان يكون شكل النقل التلفزيوني خلال المرحله القادمه افضل من المرحله اللي موجوده. هننتظر بدايه الدوري هتبقى امتى، شكل الدوري هيبقى عامل ازاي، ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في الدوري العام، من خلال مداخلتك القادمه. شكرا زميلنا فاروق صلاح. الحقيقه مهم جدا كنا نتكلم في هذا الامر، كنا هنعرف كل التفاصيل بعد شويه لما يخش لنا فاروق مره تانية ويعرف كل هذه التفاصيل، هنعرف ايه اللي حصل في هذا المؤتمر. ولكن الحقيقه حتى الان زي ما قلت لحضراتكم، بدايه رائعه وبدايه جيده جدا لرابطه الانديه. اتمنى بقى ان يكون هم الحقيقه الرابطه بتعرف تعمل شكل كويس جدا، ولكن عايزين نكمل ده بالشغل، عايزين نكمل ده بالعمل خلال الفتره القادمه. هنترك الامر ده دلوقتي لغايه لما يجي لنا زميلنا فاروق صلاح مره تانية، ولكن هنروح لمنتخب مصر، المنتخب الاولمبي اللي انا الحقيقه بسقف لهم وبحييهم على الهوا. المنتخب الاولمبي قدم بطوله عظيمه، حقق هدفه، او انا من وجهه نظري ان المنتخب الاولمبي حقق الهدفين، على الرغم ان احنا لم نفز بهذه البطوله، ولكن تحيه كبيره جدا جدا لاتحاد كره القدم في مساندتهم لهذا الجيل من اللاعبين. تحيه جديده كبيره جدا جدا للوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مساندته الدائمه لهذا الجيل. والكلام اللي احنا دايما كنا بنتكلم، يمكن هذا البرنامج هو البرنامج او من البرامج القليله جدا اللي كانت دايما بتتكلم عن المنتخب الاولمبي، كانت بنساند هذا المنتخب، لانه الحقيقه بصفتي وبمعرفتي الشخصيه بالمشرف العام على المنتخب كابتن محمد بركات، عارف ان هو عنده فكر عايز يطبقه من ساعه ما جاب روجيرو ميكالي هو واتحاد كره القدم. انا كنت متاكد ان هذا الرجل هيعمل شغل كويس جدا. فالحقيقه شغل رائع جدا من وجهه نظري، ان هذا المنتخب حقق ما هو مطلوب. ما حدش يقول لي اصل المنتخب اتغلب امبارح، المنتخب الاولمبي هزم امس بفعل فاعل. بالمناسبه احنا افضل من المنتخب المغربي بمراحل، بجد والله العظيم. انا بكلم حضراتكم كواحد فني شويه بفهم في الكوره شويه، بعد الطرد تخيل حضرتك احنا لو بنلعب 10، احنا لو بنلعب 10، وجهة نظري ان احنا كنا نستطيع ان نفوز على المنتخب المغربي عادي في التسعين دقيقة. وجهة نظري، احنا عندنا منتخب رائع، عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين، عندنا مدير فني على اعلى مستوى، عندنا جهاز فني واداري على اعلى مستوى، عندنا مشرف على الكرة على اعلى مستوى، عندنا اتحاد كرة قدم ووزير شباب ورياضة قدروا يقفوا ورا هذا المنتخب حتى يستطيع ان يتم تكوينه بهذا الشكل، وصرف عليه مبالغ
مش عايز اقول لحضراتكم كبيره جدا ولا حاجه، ولكن صرف عليه علشان نشوف اللعيبه بهذا. مهما تصرف ومهما تعمل، ولكن القلب وطريقه اللعب اللي احنا شفناها امبارح دي، الحقيقه يعني، الحقيقه يعني كلهم ما فيش واحد فيهم من اول حمزه علاء لغايه احمد عادل، كل اللعيبه اللي نزلت وكل اللعيبه اللي لعبت كلهم يستحقوا التحيه، كلهم يستحقوا التسقيف، كلهم يستحقوا كل حاجه حلوه. وجهه نظري المنتخب الاولمبي فاز امبارح على المغرب، فاز بقلوب، بحب قلوب كل المصريين بالشكل اللي احنا قدينا بيه امبارح. ده احنا لعبنا دوسنا عليهم بس 10 دقائق ربع ساعه، كنت تقدر تجيب جون واثنين وثلاثه، لكن ربنا كرم وهذا الجيل من اللاعبين انا متاكد ان هم ان شاء الله ان شاء الله هيشرفوا بلدهم في باريس السنه اللي جايه. طيب معانا الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي من المغرب، نبارك له طبعا على هذا الانجاز الكبير، او مش الانجاز، هذا الشكل الرائع الحقيقه اللي ظهر به منتخبنا الاولمبي، لانه انا ما بعتبرش ان ده انجاز، لانه منتخبنا الحقيقه من الاول هذا البرنامج كان شايف ان المنتخب قادر على الوصول الى المنتخب او الوصول الى باريس 24. كابتن محمود الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني الحقيقه سعداء جدا 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 بهذا الاداء الرائع وبهذا المستوى الفني الرائع وهذا المستوى الاخلاقي الرائع. من وجهه نظري اللي عايز يقول ان احنا اتغلبنا امبارح، اوكي اتغلبنا والناس احتفلت واتبسطوا وعملوا، ولكن ما اعرفش يعني انا كلاعب كوره بقى بقول لك هذا الكلام، وانا قاعد بتفرج على احتفالات لعيبه المغرب امبارح والمسؤولين في المغرب وفوزي لقجع وكل المسؤولين في المغرب، كنت حاسس ان هم ناقصهم وحاسين ان هم كسبوا هذه البطوله مش بعرقهم. فوجهه نظري ان هذا المنتخب او المنتخب الاولمبي يستحق كل التحيه وكل التقدير. والله الحمد لله. طبعا اولا بس انا حابب بشكر حضرتك، انت متابع معانا من اول معسكر تقريبا مع بعض على طول. طبعا بشكر كل الاعلاميين والله، وبشكر الناس اللي بتدعم المنتخب الاولمبي، لان فعلا الرجاله دي محتاجه دعم كل الناس، ووصل لهم كل اللي انتوا بتقولوه، وخلي بالك بيفرق جدا 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 مع اللعيبه. طبعا انا يعني اول ما انت عارف كل التقارير دي بتنزل، كل فاتح فخور بنفسه ان هو شارك فعلا في الماتش ده او شارك في الانجاز ده. زعلانين زعلانين طبعا، احنا جايين زي ما قلت احنا جايين ناخد البطوله، احنا حاملين لقب، زعلنا طبعا. والله يا كابتن محمود مفيش زعل ولا حاجه، كل هؤلاء اللاعبين قول لهم ما تزعلوش، قول لهم كل المصريين سعداء بادائكم، كل المصريين متاكدين ان كل واحد فيكم بذل اقصى مجهود من اول الجهاز الفني، جهاز اداري، الكل الحقيقه، الوزير اشرف صبحي، اتحاد كره القدم بالكامل، المشرف على المنتخب، كل المجموعه الحقيقه انا بحييكم جدا جدا، مش انا لوحدي، كل المصريين الحقيقه. انا بقول لحضرتك اللي مزعلنا بس ان احنا ما خسرناش كوره، الكوره مكسب وخساره واحنا عارفين مظبوط. اللي يزعلك انت ما تخسرش كوره، اللي يزعلك ان انت تزعل بمضايقات من قبلها بيوم، خلي بالك انا مصور كل حاجه وعامل كل حاجه، يعني اي حاجه بتحصل بسجل كل حاجه، يعني عندي كويس جدا عربيات بتتدمر قدام الفندق بالليل لغايه 3 الفجر واربعه الفجر. الشغل ده قديم قوي يا كابتن يعني ده شغل من ايام ما انا كنت بلعب، يعني عارف الحاجات القديمه دي قوي قوي قوي. اللي عندك طبعا الجمهور والازايز اللي اترمت علينا والمضايقات اللي في كل حاجه، الحكم واللي حصل، يعني بص هو ده اللي زعلنا احنا، ما وارد ان احنا نخسر ونكسب، لكن الرجاله تعبوا تعبوا جدا، 10 لعيبه مده 115 دقيقة، ده إنجاز أنا في رأيي. حقيقي. البطولة أنت شغالك بص كام ماتش وسرعات وضرب وبتاع في كل ماتش، مفيش ماتش تايل، فكل ده إنجاز يتحسب لهم، يتحسب طبعا للجهاز الفني، مستر ميكالي برضه عامل معاهم مجهود كويس. رائع رائع. كابتن بركات برضه يعني بص يعني أنا في رأيي يعني ما ينفعش الجندي مجهول، هو الجندي موجود بس هو معانا في كل حاجة. حقيقي. شاركنا في كل حاجة، في كل عسكر داخلي خارجي. سايب اهتمامات وكل حاجه متفرغ، اي طلب بطلبه في المجلس الاداري يخش يطلبه ويجيبه لنا، كل الحاجات دي بتفرق. يعني الدكتور اصلا يعني مش عارف اشكره كل مره بدخل اشكره، بس بجد انا مش عارف اقول له، كان نفسي فعلا نحقق البطوله عشان فعلا الدكتور اشرف فعلا يعني مدعمنا دعم غير طبيعي غير طبيعي، وزي ما بقول لك هي دي الكوره مكسب وخساره، كنا نفسنا نخسر على الاقل خساره، لكن الحمد لله شكلنا كويس، الناس كلها بتتكلم علينا كويس، حقيقي ارقامنا كويس، عارف من عندك احسن لاعب من عندك، رغم ان انت مش الفريق الحاصل على البطوله، خلي بالك دي مهمه جدا، ان الطبيعي ان احسن لاعب يطلع من اللي اخذ البطوله احسن حارس من مظبوط البطوله مظبوط، انت بتاخد احسن لاعب
احسن حارس، احسن خط دفاع، اقل فرقه دخلت فيها جوان في البطوله. كل دي ارقام مهمه جدا. النهارده الحمد لله اربعه برضه في التشكيله النهائيه لبطوله كاس الامم. فكل الحاجات دي بتدل ان احنا ماشيين صح يعني، فالحمد لله. أي. طيب اخيرا كابتن محمود، حمزه علاء اخطا في الهدف اللي دخل فينا، ولكن اللي عمله حمزه علاء الحقيقه خلال الفتره السابقه وكونه ان هو ياخد احسن حارس في البطوله، اعتقد ان ده تعويض مهم جدا 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 لحمزه علاء وكره القدم. يعني انا بقول ليه كده وبقولها لانه حمزه علاء يستحق بالفعل او استحق بالفعل ان يكون الافضل في حراسه المرمى في هذه البطوله. ممكن تقول لي ميكالي قال له ايه بعد المباراه؟ او كل الناس، انا شايف كل الناس الحقيقه يعني واقفين معاه وعمالين يطبطبوا عليه الموضوع انا كنت شايفه طبيعي عادي. طبيعي، الخطا وارد، خطا وارد بالظبط حضرتك عارف، وزي ما شال كتير ما هو شال لنا حاجات زي الكوره امبارح خطر جدا في واحده. ايوه بالظبط، اللي هي من رقم تسعه بالظبط. فزي ما يعني الخطا وارد، بدل ما هو مش خطا مقصود ولا حاجه خلاص هنعمل ايه، هي دي الكوره. لكن ما حدش يتكلم ربنا كرمه، خليها برضه في حاجه وحضرتك تبقى فاهمها اكتر، اللعيبه دي كلها جايه مضغوطه صح في انديتهم، صح نفسه يثبت نفسه، فرصه حياته، وفجأة بقى بتلاقي ان واحد ما بيلعبش نادي اصلا قدام 56,000 مشجع في ضغوط غير طبيعيه، فانت عارف طبعا الجمهور المغربي عامل ازاي، ما بيبطلش طول الماتش صح. فالحاجات دي برضه ناس نفهم ان دي ولاد صغيره ما بتلعبش اصلا في انديتهم، بيلعبوا 26 قايمه المغرب 26 لاعب محترف يعني انت متخيل، وانت بتلعبه وانت تقول لك احنا برجوليتنا والجدعنه والروح والبتاع بتعوض الحاجات دي وناقص كمان. فيعني انت شايف هو ده الانجاز، مش الانجاز ان احنا وصلنا الاولمبياد، طبعا انجاز بتاع الاولمبياد، بس انا بقول لك الانجاز بتلاقي شباب مصري عارف قيمه الكيس اللابسه بيموت نفسه. انا يعني هنشوف كده، هبقى ازعل لكم المحاضرات اللي بتحصل بين اللعيبه وبين الكوتش وبين اللعيبه وبين بعضها وكيف الكلام، الناس دي جايه تموت نفسها يعني. يا ريت يا ريت تبعتها لنا يا ريت. عايز اقول لك ان احنا بنعيط في المحاضرات، بس من اللي بتشوفه ما بتقدرش يعني. واحد يقول لك يا جماعه انا هكمل، انا مش طالع من هنا ومش كلام طالع من القلب. لا تخيل يا كابتن محمود كمان واحنا بنتكلم من القلب للقلب، يعني امبارح الاخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق في الشوط الرابع انت كنت ممكن تكسب وانت 10، خلي بالك بالظبط يعني انت ضغطت بس شويه دوست يعني. لما عمل التغييرات الحقيقه تغييرات رائعه ميكالي بالمناسبه، لما عمل شويه التغييرات دي الدنيا فاقت شويه، بدانا ندوس، بدانا نجيب، كنا هنجيب جون واثنين، الكورتين بالاخرين بتاع جويرو واحمد او احمد اللي نزل كمان اللي هو شاطها وعدت جنب العارضه. لا يعني انا اقصد ان انت اخر 10 دقائق في المباراه وانت بتلعب 10 بقالك 110 دقيقه، واخر 10 دقائق انت الافضل في كل شيء فنيا يعني. لكن بقول لك يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. احنا حققنا طبعا الهدف الاسمى ان احنا نوصل الاولمبياد، الحمد لله برضو لعبنا لغايه الفاينل وعندنا كويس، استلمنا كله تمام الحمد لله، راجعين كلنا سلام، ما عندناش اصابات، ما عندناش حاجه. 23 لعيب شارك منهم 21 لعيب، ما فيش غير الاثنين الحراس بس هم اللي ما شاركوش، يعني كل الناس لعبت برضه، دي حاجه مهمه طبعا. يعني الحمد لله. انا بقول لك يعني انا مش فني قوي، لكن بقول لك على الجانب الارقام والحقيقيه حاجات جميله جدا، حاجه تفرحنا جدا. كابتن محمود اخيرا، انا عارف وقتنا وخدنا من وقتك كتير، ولكن اخيرا يا كابتن محمود، هل الفتره الجايه فيها هل في حاجه هتعملوها؟ يعني احنا لسه قدامنا سنه، البدايه يجب ان تكون من بدري، يجب ان تكون من بعد نهايه المباراه. احتفلنا وسبناكوا تحتفلوا امبارح، اعتقد ان بدايه من النهارده حضرتك ابتديت تجهز امورك من خلال طبعا ميكالي ومن خلال بركات، وبالتالي الفتره القادمه ماذا سيحدث فيها مع المنتخب الاولمبي؟ والله كانك قاعد معانا، احنا لسه مخلصين، كنا من شويه كده قاعده كده فقره يعني، طبعا انت عارف مش هيبقى فيها تفاصيل، لكن بنتكلم على اللي هيحصل في اللي جاي ان شاء الله. انت حضرتك عارف في شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 في فريق توصف دولي، فكنا بنتكلم ازاي بقى ان شاء الله اكثر حاجه نخليهم ازاي، اذا كان معسكرات داخليه او خارجيه، ماتشات يعني. لسه طبعا هنرجع ناخد برضه ايه، نرجع بكره ان شاء الله يعني على بعد بكره، ممكن على بدايه الاسبوع نعمل اول اجتماع كده نشوف الدنيا ايه، نشوف العروض اللي هتجينا، هنبعت لحد يعني خلال ممكن الاسبوع ده تبدا الدنيا تبان شويه. يعني هنعمل ايه في الثلاث مواصلات الجايين دول؟
ربنا يكرمكم يا كابتن محمود، وان شاء الله كلنا في ظهركم خلال الفتره القادمه. هذا المنتخب يستحق الحقيقه، وانا ايضا بحييك بدورك الاداري الرائع الحقيقه اللي انت عامله خلال الفتره السابقه، قافلين على المنتخب بشكل جيد، بتتكلم مع كل الاعلاميين بشكل جيد، وكل الحقيقه المعلومات اللي احنا عايزينها موجوده. وبالتالي انا بشكرك جدا يا كابتن محمود على هذه البطوله الرائعه في كل شيء، في كل شيء الحقيقة، من البداية للنهاية كل شيء حلو وكل شيء جميل. ألف ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، التأهل إلى الأولمبياد، الظهور بهذه الصورة. أكتر حاجة عجبتني امبارح، اللي عايز يتعلم يعني إيه تاخد اللقطة يتفرج على فوزي الأقجع امبارح. أنا على فكرة من الناس اللي بيحبوه، والله بجد أنا من الناس اللي بتحب فوزي الأقجع، وشايف إن هو بيبذل جهد كبير جدا عشان أندية بلده ومنتخب بلده. أنا ما بتكلمش على هذه النقطة، ولكن أول أو بعد صفارة الحكم أول واحد جت عليه الكاميرا مين؟ فوزي الأقجع. للأسف طبعا مش عقنة فمش هعرف أجيبها لحضراتكم. أول حاجة اللقطة قام جايب فوزي الأقجع وهو واقف عمال يعمل كده ومبسوط وبيعمل والحركات والحاجات اللطيفة دي، بصراحة لقطة يعني خد اللقطة اللي هو عايزها من كل الناس، من المدير الفني، من لاعيبة المغرب، من جمهور المغرب، أنا اللي عملت. وهو بيني وبينكو يستحق، لأنه عامل شغل كبير جدا جدا سواء لمنتخب بلده أو لأندية بلاده. أندية بلده اي فرقه بتروح، شفتوا الوداد السنه اللي فاتت عمل ايه وخد يتلعب ماتش واحد، والقصص اللي حضراتكم عارفينها والكلام ده كله. على فكره انا لا اعيب في هذا الرجل، ولكن انا بالعكس انا مبسوط باللي هو بيعمله، من حقه ان هو ياخد اللقطه. خد اللقطه امبارح، يعني الناس اللي شغاله في الميديا شويه تفهم الكلام اللي انا بقوله ده. واحنا عندنا الاهلاويه لماحين عارفين اول لما الماتش خلص اللقطه جت على مين على طول. عموما ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، استحق هذا التأهل الرائع الحقيقة، والمنتخب الأولمبي يستحق كل التحية وكل التقدير. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. رغم الأداء البطولي للاعبي منتخبنا الأولمبي أمام شقيقه المغربي، خسر الفراعنة لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً لصالح أصحاب الأرض بعد الفوز بهدفين لهدف من على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. قدم الفراعنة على مدار الشوطين الأول والثاني والوقتين الإضافيين مباراة تليق باسمهم، على الرغم من لعب المنتخب منقوصاً منذ الدقيقة 16 بعد حصول اللاعب محمود صابر على البطاقة الحمراء. منحت تبديلات المدرب روجيرو ميكالي منتخبنا أفضلية خططية، ووصل الفراعنة في أكثر من محاولة لمناطق الخطورة للفريق المغربي، لكنها لم تترجم إلى أهداف، ليتوج المنتخب المغربي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه. حصد إبراهيم عادل قائد منتخبنا جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما لعب دورا كبيرا في وصول الفراعنة للنهائي والتأهل للأولمبياد للدورة الثانية على التوالي، كما نال حمزة علاء حارس مرمى منتخبنا الوطني الأولمبي وحارس عرين الأهلي جائزة أفضل حارس في البطولة القارية بعد أن حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية. ضمن منتخبنا الأولمبي مع المغرب ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم إفريقيا مباشرة، كما أنها المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها منتخبنا الوطني لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وذلك بعد نسخة 2019 التي توج خلالها الفراعنة باللقب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده كان الكابتن محمود الخطيب كان حريص على زياره مصيف النادي الاهلي في مارينا، وتفقد مقر الاقامه الخاص بالاعضاء والاطمئنان على الخدمات المقدمه لكل الاعضاء.
تفقد أيضا الكابتن محمود الشاطئ الخاص بالمصيف والتأكيد على توفير أحسن الخدمات بما يليق بأعضاء النادي. والتقى رئيس النادي مع مدير المنتجع والخدمات والمسؤولين عن الشاطئ، وتعرف على البرنامج اليومي للمصطفين بالمنتجع والذي يتضمن فقرات عديدة ومتميزة زي ما حضراتكم شايفين. هتقولي يا اسلام بس يعني الخبر، اقول لحضرتك ان الخبر ده بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من الاهلاويه هو خبر مهم جدا في امر اهم ما يميز النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الحالي، ان هو ما بيشتغلش على قطاع واحد، ما بيشتغلش على القطاع الرياضي بس، على الرغم من النجاحات الكبيره جدا اللي بيتم تحقيقها في القطاع الرياضي ما بين قطاع الالعاب الاخرى وقطاع كرة القدم. حتى الآن أنا في كرة القدم لعبت 4 بطولات، خدت 4 بطولات وإن شاء الله 5 في الطريق لسه لم ينتهي، إن شاء الله ربنا يسهل يوم الخميس نبقى نتكلم بعدين في هذا الأمر. بالنسبة لقطاع الألعاب الأخرى أنت واخد من 22 بطولة واخد 18 ولا 19 بطولة، فأنت عامل نجاحات كبيرة جدا في قطاع الرياضة اللي هو الأهم بالنسبة لنا كأهلوية. أيضا على الجانب الآخر جانب الإنشاءات واللي بيحصل من طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات الخاصة بالنادي الأهلي، سواء في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في كل المقرات اللي موجودة للنادي الأهلي. تخيل حضرتك وفي وسط كل هذه الأمور الصيف يجي فتروح تختار نادي أو تختار أوتيل من أفضل الأوتيلات اللي موجودة وتعمل فيه هذا الشكل الكبير للنادي الأهلي سواء على الشط أو على جوه الأوتيل، ورئيس النادي ونائب رئيس النادي بيبقوا موجودين أول بأول لمتابعة الأعضاء. هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني، هذا هو الفارق ما بين مجلس إدارة لا يفكر في شيء إلا مصلحة النادي الأهلي فقط لا غير. كابتن خطيب موجود في الفرع أو موجود في مصيف النادي في مارينا، وزي ما حضراتكم شايفين الصور كابتن خطيب بنفسه رايح يشوف. قبلها بيومين ثلاثة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي موجود وموجود وسط الأعضاء وبينزل يعني كل حاجة. احنا عائلة الأهلي، عائلة الأهلي الحقيقة حاجة جميلة جدا 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 جدا، وشايفين المنظر اللي بظهر الكابتن ده حاجة محترمة وحاجة رائعة تليق الحقيقة بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. إن شاء الله من دايما يظل مجلس الإدارة بيحافظ على شكل واسم النادي الأهلي طول ما هو موجود الحقيقة، ولسه اللي جاي يعني ان شاء الله في مفاجآت كتيره جدا لكن سوف يتم الاعلان عنها في وقتها ان شاء الله. ننتقل الى فريق كره القدم. امبارح بعد المباراه او اول امبارح بعد المباراه، امبارح بعد المباراه فوجئنا بلقطه مرسيل كره اللعيبه بتشيله وبترميه لفوق. قلنا احنا خدنا الدوري ولا ايه واحنا ما نعرفش؟ لا، فوجئنا انه اللعيبه مبسوطه ان كولر اداهم يومين اجازه. هو قال كده، هو نفسه كولر قال هذا الكلام عقب الفوز على نادي الاتحاد السكندري في مباراة بيستكمل النادي الأهلي فوزه بالمباراة. هي اللقطة اللي أمام حضرتك، اللعيبة مبسوطة بس إن هم خدوا يومين راحة. أنا بس بوري حضرتك قد إيه إن اللعيبة دي مضغوطة، قد إيه إن اللعيبة دي تستحق مننا كل التحية وكل الاحترام، وان احنا نقف في ظهرهم زي ما حضراتكم بتعملوا دايما وزي ما عملتوا خلال الفتره اللي فاتت وزي ما عملتوا بعد مباراه سان داونز. كل شويه هقول هذه الكلمه لانه حكمه مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي بعد مباراه سان داونز، وحب جمهور النادي الاهلي للاعيبته، وحب جمهور النادي الاهلي مش للاعيبته، لاسم النادي الاهلي، هو اللي وصلنا ان احنا ناخد كل البطولات بعد كده، وهو اللي وصلنا ان احنا ناخد بطولة افريقيا بعد كده. فالحقيقة اللعبة دي تستحق دايما ان احنا نقف في ظهرها لان هم بالفعل بيتعبوا جامد جدا جدا جدا. ان شاء الله يوم الخميس زي ما حضراتكم عارفين مباراة الاهلي والزمالك، قبلها حصل اللعبة على 48 ساعة بعدها يعود اللاعبين الى التدريب ان شاء الله. النهارده اجازه والاثنين اجازه بدايه من يوم الثلاث، كل اللاعبين يعودوا للتدريب مره اخرى. طيب موضوع تاني مهم جدا، انا كده خلصت حاجه
عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم حصل خلال الفترة السابقة. هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيقول إيه؟ أن النادي الأهلي بيفوز بالتحكيم. التحكيم المصري. حضرتك بتكذب. حضرتك بتقول أي كلام. حضرتك بتحاول إن أنت تثير الناس ضد النادي الأهلي فقط لا غير. ما بتحاولش تقول الحقيقة. ما بتحاولش تقول أو تنتقد الحكام بالمناسبة، ولكن ليه بتدخل النادي الأهلي في كلمة؟ يقولك إيه؟ إحنا هناخد التالت السنة دي زي الأهلي ما خد السنة اللي فاتت، أنت مالك ومال الأهلي؟ هو الأهلي عامل لك إيه؟ والأهلي ما تخليك في ناديك، لو كل واحد يخليه في ناديه صدقوني الأمور هتبقى جميلة جدا، بالمناسبة إحنا ما بنغلطش في حد، ولا عمرنا بنتكلم على حد بطريقة سيئة. ولا عمرنا هنعمل كده بالمناسبة يعني، ولكن خليني أوري حضراتكم 10 حالات بس. هتعمل إيه يا إسلام؟ هوري جمهور النادي الأهلي 10 حالات لمنافس النادي الأهلي أو للمنافس اللي في المركز الثالث. هو منافس النادي الأهلي معروف إن هو نادي الزمالك. فللمنافس 10 حالات السنة دي مش السنة اللي فاتت اللي احنا خسرنا فيها الدوري بسبب فعل انا ما بقولش بسبب نادي الزمالك ولكن بقول بسبب التحكيم واللي عمله التحكيم مع النادي الاهلي. بالمناسبه يعني السنه اللي قبلها خسرنا الدوري احنا ما كناش كويسين والكلام اللطيف اللي احنا بنقوله ده ولكن في النهايه احنا خسرنا الدوري بسبب اخطاء تحكيميه واضحه. وعرضتها لحضرتك هنا في برنامج في البيت الكبير السنه اللي فاتت. فالحقيقه أنا مش قادر أطلع من يوم الخميس من بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي مش عارف أطلع يعني خميس جمعة وسبت أنا ما بطلعش بطلع لحد. فقلت طب إيه يا جماعة هو طيب أنا هوري جمهور الأهلي 10 أخطاء والله العظيم 10 أخطاء بس اللي قدرت أجيبهم بسرعة كده 10 أخطاء بس اتعملوا لصالح نادي الزمالك في الدوري وفي الكأس السنة دي. مش أنا اللي بقول ولا هقدر أتكلم في هذا الأمر ولكن خليني أبدأ بآخر مباراة مباراة فيوتشر في الأسبوع 33 الدقيقة كام؟ 14 ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب من الحكم كابتن محمد الصباحي لصالح فيوتشر والدفع موجود في هذه اللعبة أو هل ده كلام إسلام؟ بص الايد حضرتك واحده 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 كده خلينا نتفرج واحده واحده اهو كمل كمل اللعبه. بص حضرتك محمد فاروق لاعب فيوتشر ولاعب نادي الزمالك اللي في ظهره. لا سمير هاتها من الاول يا سمير اتفضل. بص اهو شفت حضرتك الايد رقم 15 لاعب نادي الزمالك. بص حضرتك هذه الكرة يجب أن يتم احتسابها ركلة جزاء أو ضرب الجزاء ضد نادي الزمالك. هذه هي اللعبة الأولى اللي كانت في الدقيقة 14 في مباراة فيوتشر. كان يجب أن يتدخل حكم الفار كابتن مصطفى شهدي. وفي هذه المباراة فيوتشر كان متقدم 1-0 بالمناسبة. ايه اللي حصل في نهايه المباراه؟ الماتش خلص 3-2، ما تقوليش بسبب هدايا، اصل مش عارف جنش، اصله هدايا، لا الكلام ده انا ماليش فيه الحقيقه. ولكن يعني الزمالك كسب اهو، مفيش حاجه، احسب. ما تحسب. ركله جزاء ما تحسب. الزمالك في الاخر هيكسب. اهو. حاجه بسيطه جدا يعني بالمناسبه. يعني اللي اقصد اقوله انه كرة القدم في الاخر انا كسبان 1 كسبان 2 كسبان 3 كسبان 10 لا تنتهي الا بصفارة الحكم. فالمفروض انت كحكم دولي وكبير كابتن محمد صباح وكابتن مصطفى شهدي كان يجب ان يتم احتساب هذه الكرة. خلاص؟ طيب مباراة الاسماعيلي والزمالك الاسبوع 27. مباراة مين؟ الاسماعيلي والزمالك في الاسبوع 27 وفي الدقيقة 74 كابتن محمد عادل حكما للساحة وكابتن مصطفى مضحك
مدحت حكما للفار. كان يجب احتساب ركلة جزاء وطرد على حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي نتيجة ضرب لاعب النادي الإسماعيلي من غير كرة، ولكن لم يتم احتساب شيء. الإسماعيلي اتغلب والزمالك الإسماعيلي كسب، سوري الإسماعيلي كسب، ولكن أنا هنا ما بتكلمش على إسماعيلي ولا أنا بتكلم هنا أين توجد العدالة؟ العدالة اللي أنتوا طالعين بيها السما. وبالمناسبة النادي الأهلي، وجهة نظري طبعا، النادي الأهلي لم يستفد بأي أخطاء، لأن ما عندكش أخطاء، بالعكس أنت الأخطاء كلها ضدك، ضد النادي الأهلي يعني. طيب ثالث خطأ، الزمالك وسموحة، دي مباراة كوارث وجهة نظري، اسمها مباراة الكوارث الأسبوع ال 18 في الدقيقة 2، كابتن إبراهيم نور الدين طبعا، ضرب الجزاء واضحة زي الشمس لحسام حسن لاعب النادي سموحة، شهدت التحام من لاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني ما بينه وما بين حسام حسن لاعب نادي سموحة. محمد عبد الغني زي ما حضرتك شايف كده داس على رجل حسام حسن، ولكن كابتن إبراهيم نور الدين كان له رأي آخر بأن هذه الكرة اللي أمام جمهور النادي الأهلي كلها ليست ركلة جزاء. لما لو فاكرين الشاشة اسودت علينا وإحنا بنشوف الفار، لو فاكرين اليوم ده. طيب نكمل مباراة الكوارث، نكمل مباراة الكوارث، هناك ركلة جزاء. وبالمناسبة كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هو ليس رأي إسلام الشاطر وليس رأي جمهور الأهلي، ولكن ده رأي خبراء التحكيم في مصر. مباراة الأهلي، مباراة الزمالك وسموحة، ضرب الجزاء لصالح زيزو، واحد من أفضل اللاعبين في مصر بالمناسبة، أحمد سيد زيزو واحد من أفضل اللاعبين في مصر، ولكن خلينا نكمل. تخيل حضرتك أن هذه الكرة تم احتسابها ركلة جزاء، كابتن إبراهيم نور الدين فقط، كابتن إبراهيم نور الدين فقط هو اللي شاف هذه الكرة، ورغم أن الكرة ما فيهاش حاجة، وكابتن إبراهيم نور الدين أو الكابتن حكم الفار نادى عليه وقال له تعالى بص عليها، كابتن إبراهيم نور الدين أصر أن يحتسب ركلة أو ضرب جزاء لنادي الزمالك، على الرغم أن كل خبراء اللعبة اللي موجودين في كرة القدم الكل بقى أجمع على أن هذه الكرة ليس بها أي شيء. وفي اللعبة دي بالمناسبة كان لازم كابتن إبراهيم نور الدين يصبر لغاية لما اللعبة تنتهي، افرض كانت سجلت هدف وانتهت كان خلاص الموضوع مش لا يحتاج أزمة. بالمناسبة الحكام هي اللي بتدخل نفسها في هذه الأزمات، يعني كان سهل قوي كابتن إبراهيم نور الدين في الحالة دي، هاتها تاني يا سمير لو سمحت، في الحالة دي يعمل ايه؟ يستنى الكرة دخلت الجون صفر جون، الكرة ما دخلتش جون ارجع شوفها بقى ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء. المهم المباراة انتهت 3-1 لصالح الزمالك، عادي جدا الزمالك كسب. طيب نكمل بس في مباراة الزمالك وسموحة لو سمحتوا، ولكن نرجع بقى لمباراة الدور الأول، أول مباراة للفريقين في الدوري. سموحة لو تفتكروا كان ليه ركلة جزاء، وانا يمكن طلعت هنا قلت لكم بعدين بقى هي بدايتها كده. كابتن محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك ايده مش حاجه في جسمه، ايده منعت الكره تخش جول زي ما حضرتك شايف كده. المباراه انتهت لصالح نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، والفار لم يستدعي الحكم. وساعتها في هذه اللعبه النتيجه كانت ان 0-0، ويعني حضراتكم شايفين كم الاخطاء اللي احتسبت لنادي واحد او ضد انديه اخرى. مباراه الزمالك وبروكسي في دور ال 32 حدث ولا حرج في كاس مصر، كابتن وليد عبد الرازق صاحب زي ما حضراتكم عارفين في دقيقه 66 ركله جزاء صحيحه لصالح بروكسي لم يتم احتسابها، لم يتم احتسابها. دي اسمها لانه هو واحد طلع يتكلم او كتب على الفيسبوك ايه، قال لك ايه على بعض الكرات او في كره في مباراه الاسماعيلي،
قال لك هي الكوره دي مش هاندبول، دي اسمها في قانون الكوره هاندبول. طب ودي اسمها في قانون الكوره ايه؟ طيب الحاله الثانيه، الحاله الثانيه في الدقيقه 110 ركله جزاء صحيحه لصالح بروكسي لم يتم احتسابها على لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد، اللي بالمناسبه واحد من نجوم منتخب مصر الاولمبي وادى مباريات رائعه، والف مبروك لحسام عبد المجيد. ولكن الكره اللي امام حضرتك دي ركله جزاء صحيحه 100%، وبالمناسبه المباراه انتهت لصالح نادي الزمالك 3-2 وصعد للدور التالي. مباراه الزمالك وفاركو في دور ال 16 الدقيقه 16 ركله جزاء غير صحيحه لصالح نادي الزمالك، لصالح لاعب نادي الزمالك طبعا ونجم نادي الزمالك زيزو. المفروض هنا يعني كان يشهر، كان يجب على الحكم اشهار بطاقه صفراء للتحايل، ولكن كابتن طارق مجدي والفار شافوا انها ركله جزاء والمباراه انتهت لصالح نادي الزمالك 3-1. يعني في فرق اهو بتستفيد من التحكيم في ظل وجود الفار، ولكن النادي الاهلي لا يستفيد من هذه الامور. النادي الاهلي دائما ما يتعرض للظلم في حالات كثيره جدا، وعرضت لحضراتكم قبل كده كم كبير من الحالات على الشاشه وطلعت شرحتها. وبالمناسبه انا بتكلم وبقول الكلام ده وانا متصدر الدوري لسه، لا ما خدتوش، لا ما خدتوش، ولكن انا متصدر للدوري وقريب قريب من تحقيق اللقب. بس لازم اتكلم، عشان انا مش بتكلم علشان زي ما بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلموا لمجرد اثاره الفتن وتجميع اللايكات وتجميع الشير والحاجات دي كلها، لا، احنا بنتكلم علشان نجد حل قبل بدايه الموسم القادم. بالمناسبه لو اي فريق اخر كسب الدوري بشرف وبفنيات في الملعب هقول له الف مبروك، اي فريق، اي فريق هقول له الف مبروك، وهروح للنادي الاهلي، او النادي الاهلي علمنا كده ان احنا نبص لفرقتنا ونشوف ايه الاخطاء اللي موجوده في فرقتي عشان اصلحها وابتدي اتكلم في الصح يتعمل ازاي. ده اللي انا ده اللي حصل السنه اللي فاتت في الهاندبول، واللي حصل في الطايره هي ما حصلتش في الطايره والهاندبول لا، دي سمه من سمات النادي الاهلي، ان انت لما بيبقى عندك غلط بتطلع تقول انا عندي اخطاء 1 2 3، ومجلس الاداره بيقفل على نفسه، والمشرف على الكوره بيقفل على نفسه مع اللعيبه ومع مع لجنه التخطيط، ويبتدوا يفكروا في الحلول علشان يحل، عشان يبسط جمهور الاهلي مش عشان حاجه تانية. اللي انا بقوله ده عشان ما الاقيش احتواء مره تانية بيحصل، اللي انا بقوله ده عشان ما الاقيش 10 اخطاء اللي جم بسرعه كده قبل ما اخش ب 10 دقائق قلت لهم شوفوا لي الاخطاء فجبنا 10 اخطاء بسرعه كده. واللي بقوله ده عشان روح البروتوكول ما ترجعش مرة أخرى، اللي بقوله ده علشان يفوز من يفوز بالدوري، ولكن يجب أن يكون للجنة الحكام هيبة، يجب أن يكون للجنة الحكام أو للحكم في الملعب، هناك يجب أن يكون، طبعا الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن الأخطاء الغير متعمدة، الأخطاء اللي هي كل مرة، لا، يبقى في حاجة غلط. الكلام اللي انا بقوله ده عشان اعرف سبب رحيل كلاتنبرج اللي كان بيحاول يصلح حال التحكيم المصري. كل اللي انا بقوله ده مش عشان اثير الجمهور، انا عارف ان انتوا بعض من لا يشجع النادي الاهلي دماغهم هتروح لكده، لان هو ده تفكيرهم ضيق. لكن انا والله العظيم كل اللي بقوله بقول ايه يا جماعه، التحكيم المصري محتاج لوقفة كبيرة، التحكيم المصري يحتاج إلى خبير أجنبي إذا كنتوا عايزين. أنا بعد كلاتنبرج قلت بريرا حتى الآن ما اداناش أمارة زي ما بنقول كده كمصريين، يعني ما شفناش منه حاجة. نفس الأخطاء اللي بتحصل مع الأهلي بتحصل مع هنا، بتحصل هنا، بتحصل هنا، بتحصل هنا. فالحقيقة أتمنى أن يكون هناك عدالة في التحكيم خلال الفترة اللي جاية. أخيرا حكام مباراة القمة، اتحاد الكرة
زي ما سمعته من فاروق صلاح من شويه لما قابل كابتن عامر حسين، قال له ايه؟ قال له احنا سايبين الامر في يد بيريرا الخبير الاجنبي اللي بيتولى رئاسه لجنه الحكام. بيريرا عمل مؤتمر صحفي من فتره قريبه وقال انا الموسم ده ماليش دعوه بحاجه ولا بعين حكام اصلا عشان بحترم زملائي اللي في اللجنه. طيب طب السنه الجايه هنعمل ايه؟ واتحاد كرة القدم عندما يتم سؤاله يقول لك احنا في مباريات القمة لما جينا نسأل بيريرا قال لك احنا مش هنجيب حكام أجانب تاني. طيب إذا كان بيريرا بيقول إن هو مش هيعين الحكام ومش هنجيب حكام أجانب، طب مين اللي هيعين حكم مباراة القمة؟ الإجابة كابتن توفيق السيد وكابتن محمد فاروق. أنا بجيب لك حضرتك من الآخر. طيب مين اللي هيدير مباراة القمة؟ حتى الآن الأسماء المطروحة هي اللي بتشوفها في الدوري، هنجيب منين؟ هم دول اللي موجودين، وهي هي نفس الأخطاء وهي هي نفس الأمور. أنا مش عايز حد بس يطلع يقول لك إيه؟ أصل قناة الأهلي بتضغط على الحكام، أنا ولا بضغط على حكام ولا بضغط على حاجة. طلع الماتش الجاي ده بره الحسبة خالص. كسبت، اتغلبت، اتعادلت، اللي يحصل يحصل، ولكن الماتش اللي بعده لو ربنا كرمني وكسبت أو اتعادلت خلاص خدت الدوري. اللي بعده يعني اللي أنا أقصد أقوله طبعًا أنا عايز أكسب. وعايز اكسب وافرح واتبسط في الماتش اللي جاي، ولكن عشان ما حدش بس يدخلنا في قيل وقال، ولكن انا عايز اوجه بس رساله بسيطه للجنه الحكام ولطاقم تحكيم المباراه، مباراه القمه. من فضل حضرتك طبق القانون فقط، بلاش اختراعات. واللي على الفار يكون عارف يعني ايه بروتوكول الفار. بروتوكول الفار مش روح البروتوكول. أصل أنا سمعت الكلام ده قبل كده من أحد الحكام يعني. لأن هذا المصطلح بيرجعنا لذكريات للمصطلحات الغريبة. ولكن كل ما يهمنا الأهلي نادي كبير، الزمالك نادي كبير، يهمنا أن يكون هناك تحكيم مصري يليق أو غيره أو غيره، عشان ما حدش ياخد الكلمتين دول ويقول لك كذا. مصري أو غيره، ولكن إذا كان التحكيم مصري فيجب أن يكون الحكم أو يجب على الحكم تطبيق القانون فقط لا غير، على الأحمر وعلى الأبيض. مش على واحدة من الاثنين، مفيش حاجة اسمها احتواء، مفيش حاجة اسمها روح بروتوكول، الكلام اللي احنا بنسمعه ده كلام غريب وأول مرة نسمعه. أنا آسف إن أنا طولت مع حضراتكم في هذا الأمر، ولكن أمور كثيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين بتحصل. ونتمنى، نتمنى إن شاء الله إن احنا نشوف مباراة قمة بالفعل. ما بين الناديين الكبيرين، أكبر ناديين في أفريقيا، النادي الأهلي ونادي الزمالك. أنا بتكلم على الأرقام، النادي الأهلي طبعًا في حتة والباقي في حتة، ولكن أنا بتكلم عن هذه المباراة الكل ينتظرها. كل الوطن العربي وكل أفريقيا تنتظر هذه المباراة، حتى لو لم تكن نتيجتها يعني فيها، ولكن الأهلي والزمالك، وتظل حساسية الأهلي والزمالك موجودة دائمًا. لغاية نهاية العمر يعني. عموما دي كانت أخبارنا النهاردة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون عندي النجم الكبير كابتن فتحي نصير ضيف البيت الكبير، ونتكلم معاه في أمور كثيرة جدا خاصة بكرة القدم المصرية وخاصة بالنادي الأهلي. بعد الفاصل النجم الكبير كابتن فتحي نصير في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن شرف منور. نورك يا ابو سعيد. سعيد جدا بحضرتك معانا. انا اسعد. ربنا يخليك. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك. عندنا او لعبنا مباراتين مهمين جدا الفتره الاخيره، سواء الاسماعيلي او الاتحاد. خلينا نتكلم عن مباراه الاتحاد وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل شيء. أقدر أقول إن يعني هذه المباراة ضمن سلسلة المباريات اللي بنحاول إنها تكسب ولا تلعب. أوكي. بمعنى إن لجمع نقاط للحصول على اللقب. ليه بقى؟ لأن عشان تقدر تلعب، يعني شفنا في الاتحاد إحنا لعبنا تلت ساعة. ده اللي بيحقق كلامي. تلت ساعة دي سجلت هدفين، خلاص انت سجلت الهدفين، وصلت للثلاث نقاط بتوعك، تحافظ على لعبتك بقى.
بحيث يبقى عندهم مخزونهم البدني ما يستنفس. ده فعلا؟ لا يعني فعلا انت لما تلعب تلت ساعة بس وتجيب جونين تحافظ على اللعيبة على طول؟ لا. ولا تستنى؟ مش تستنى، يعني إلى حد ما الريتم بدأ يقل. اوكي. الحفاظ على اللعيبة بدنيا وفنيا وإنذارات، أنا عندي 7 لعيبة عندهم قبل ماتش معرضين للإنذار. طبعا. وأنت عندك بعد ماتش مهم. فكانت في شوية ضغوط على الفرقة موجودة، فدي عايزة اللعب فيها بحساب. اوكي. وبذكاء. وهو لعبها بذكاء المدرب، يعني كل لعبها بذكاء، ان انتوا كونوا هاديين خلاص احنا حققنا الهدف. وشايف الفرقه هو بيتعامل معاهم ان انا ما فيش داعي ان انا اضغط تاني جامد، خلاص اضرب بالراحة. خلاص اكمل المباراه بحيث ان انا ما يعني ما يجيش فيه اهداف، وان انا ممكن اسجل اهداف بس مش بالشكل اللي انا بدات بيه المباراه. الضغط العالي والضغط المتقدم والضغط بكل الخطوط والضغط في كل حته في الملعب. أوكي. لان دي بتستنفذ مجهود جامد جدا يا كابتن سلام من اللعيبه. فطبعا انا بحاول اقتصد في هذه المباراه وبحضر نفسي للمباراه اللي هي هتتلعب يوم الخميس مع نادي الزمالك، بدليل ان هو بعد المباراه اداهم يومين اجازه. ده فرحوا في اليومين اكتر باليومين بدليل كلام حضرتك، يعني ان هم اللعيبه فرحت باليومين اكتر من، يعني هو راجل بيقول لك انا افتكرت ان احنا خدنا الدوري. يعني من فرحه اللعيبه يعني. لا هم اليومين لان فعلا كانوا مضغوطين، وانت عارف ان احنا لعبنا الماتش الاول الاسماعيلي وبعدين لعبنا ماتش الاتحاد والمجموعه هناك في نزوس من اسكندريه. صح. ففضلوا هناك فما خدوش اجازه بين بين الماتشين. فكل ده غير يومين اتنين، وبعدين يومين المدرب هيعمل فيهم ايه؟ هيعمل في اول يوم بعد المباراه الريكفر والاسترخاء، والمباراه اليوم التاني هيعمل فيه ايه؟ بيعد اللعيبه للماتش اللي جاي. يعني عمليه كلها فيها ضغوط. فهو في هذه المباراه حاول بقدر الامكان الاقتصاد في المجهود، الاقتصاد والحفاظ على المخزون البدني، المخزون الخططي، المخزون الذهني للعيبة عشان يفضلوا بقوتهم، بحيث لما يرجع بعد اليومين الأجازة يبقى الماتش الزمالك يقدر يجهز نفسه. رأيك يا كابتن الأول في مسيرة كولر خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، هل عجباك هذه المسيرة من وجهة نظرك؟ طريقة تفكيره، أسلوبه؟ شوف الإجابة على السؤال ده، النتيجه هي نتائج الفرقه في الفتره دي هي اللي تقول. اداء الفرقه في الفتره دي يقول، شكل اللعيبه داخل الملعب برضو نفس القصه، يعني شكل اللعيبه هم جوه الملعب لها دور كبير في ان هم تحس او بتجاوب لنا عليه ازاي. هذا الرجل لما بدا، لو نفتكر يا كابتن اسلام، اول شهر بدأ فيه او شهر ونص شهرين وبيغير، وكل شويه غير لعيب بلعيب وكده، والدنيا ما كانتش متظبطه لانه ما كانش لسه هم استوعبوه. وعاوز يدرس اللعيبه دي عن قرب، وبيدرسهم من خلال الملعب ويشوف مستوى كل واحد فيهم طبعا، عشان بعد كده يقدر يوصلهم للمرحله اللي احنا شايفينها دلوقتي. أوكي. عنده مجموعه لعيبه، اي واحد اصبح ترس في اله، الترس اظن لازم يبقى زي الترس اللي قبليه عشان يركب عليه لما يكون تمشي. فالدنيا تمشي. اما بيغير ترس بيجي ترس تاني قده بالظبط، مقاسه بالظبط، مع اختلاف ايه؟ مهاره اللعيب. يعني بين لاعب ولاعب له مهاره بيبقى فردية. المهاره الفرديه بتاعت كل لاعب بتختلف في اداء الواجب بتاعه، لكن الفكر والاطار العام هو البرواز بتاع الفرقه. فالراجل ده انا شايفه أولا راجل عقلاني، راجل علمي، راجل فاهم، راجل درس اللعيبة كويس قوي، وسيطر على أوضة اللبس بالطريقة اللي احنا بنقول عليها. سيطر على ايه؟ مش بالكلام وبالقوة وبالخناق، لا، بالإقناع. كلهم حسوا ان اللعيبة دي كل واحد بس اللي بيلعب النهاردة بيلعب، واللي ما بيلعبش قاعد بره، ولما هيلعب تلت ساعة هينزل يموت نفسه تلت ساعة ولا 10 دقايق ولا ربع ساعة على أساس الشكل الأميز للموضوع هو أنه لما إسلام بينزل بيأدي بنفس الشكل، لما كابتن فتحي بينزل بيأدي بنفس الشكل، أي حد بينزل هو نفس الواجبات تقريبا. هو حفظهم
بتختلف بقى من لعب للعب بطريق بمهارتك انت. بس هتقوم بالواجب ده، يعني بمهارتك تقوم بالواجب ده. بس ده اصعب تهيألي يا كابتن. طبعا ان انت تحفظ المجموعه كلها ال 25 وال 28 لعيب صعبه. ما هي دي عايزه اولا مجهود، وبعدين عايزه لعيبه، ما هو اللعيبه كمان امكانياتهم ساعدته ان هو يعمل كده. ما هو ممكن ياخد بنفس الشكل ده يروح فرقه ثانيه ما يعملش نفس الناتج ده. ليه؟ لان البضاعه اللي عنده مش موجوده، الامكانيات اللعيبه اللي هي موجوده معاه لابد ان هي، يعني هو شايف ان اللعيب يقدر يعمل كل حاجه. فمجموعه اللعيبه اللي في النادي الاهلي مجموعه متميزه جدا جدا، مهاريا، بدنيا، فنيا، خططيا بينفذوا، ذهنيا بيفكروا كويس قوي، سلوكيا ادائهم، كل الحاجات دي مواصفات اي لاعب متميز موجود في مجموعه النادي الاهلي. الكابتن من وجهه نظرك مين اللعيب المحوري اللي موجود في النادي الاهلي بحيث ان انت تقول يعني ان انا ما اقدرش اطلعه من الفرقه؟ لا هو دلوقتي يا كابتن بصراحه كره خلانا ما نحسش ان اقول ده ما اقدرش اطلعه ولا اطلعه. اي واحد ممكن يقعد واي واحد ممكن يمشي، لان البديل بينزل بيؤدي نفس الفكر. يعني يعني النادي الاهلي دلوقتي بيعتمد على فرقته، ما بيعتمدش على لاعبته. فرقته يعني المجموعه، اي حد فيهم بيعتمد على لاعبته اللي هي على افراد خمسه سته وبيكمل. يعني زي منتخب المغرب امبارح، منتخب المغرب امبارح بدون لاعب او اتنين موجودين وهو بيلعب المنتخب الاولمبي، اعتقد احنا كده كده كنا افضل. حاجه اتكلم مع حضرتك في النقطه دي، لكن انا اقصد ان يعني الاداء الفردي بيبقى واضح، كان واضح جدا في ادائهم امبارح. طبعا يعني كل ده اللي حضرتك بتقصده، يعني ان النادي الاهلي بيعتمد على الجماعيه في الاداء. جماعيه كابتن اسامه، فرقه المغرب يعني اذا كنت بتقول عليهم الفرديه والكلام ده، دولت 23 لاعب منهم 20 لاعب محترف في اوروبا. صحيح 20 لاعب وثلاثه بيلعبوا في الدوري المحلي في المغرب. من ال 23 ثلاثه هم بيسجل المباريات، 23 لاعب في البطوله بتسجل 23 لاعب منهم ثلاث حراس و20 لاعب. فانت بتسجل دول في ثلاث لاعبين بس من الدوري المحلي، وفي 20 لاعب محترف من الخارج. والمصري بقى العكس، احنا عندنا 20 لاعب وثلاثه برضو، الثلاثه بيلعبوا في الدوري العام وال20 ما بيلعبوش في الدوري العام. يعني شوف بقى مدى المقارنه. انا هتكلم عن منتخب الاولمبي لوحده، لكن انا بتكلم هنا اللي حضرتك تقصده في الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، الجماعيه في الاداء. الجماعيه في الاداء من خلال مهارات كل لاعب بيظهرها، وبياخد مميزات كل لاعب في الترس او في الاله او في الشغل اللي بيعمله عشان تستفيد بيه المجموعه. يبقى في جماعه، يبقى في اداء، يبقى في تمرير، يبقى في انتقال، يبقى في استحواذ، يبقى في كل حاجه جميله في كره القدم. طيب راي حضرتك ايضا في شكل مثلا واحد زي مروان عطيه ده. مروان عطيه واحد من اللاعبين اللي جم في شهر يناير، ولكن دائما ما يؤدي بشكل رائع، خلى كل الاهلاويه الحقيقه بيحبوه دلوقتي. لا ما شاء الله، هو يعني اكنه متربي في النادي الاهلي. ليه بقى برضه؟ لان هو اولا مهاري، لاعب مهاري، لاعب عنده الروح القتاليه موجوده، لاعب سعيد بانه هو بيلبس فانيله النادي الاهلي. ودي تفرق كتير جدا. طبعا هو بيلبسها ففرحان، فرحان ان هو لابس فانيله النادي الاهلي، فبينفذ امكانياته الفنيه من حيث التمرير، الاستقبال، قطع الكرة، الاختراق، التمركز، الانتقال من الدفاع للهجوم، كل الحاجات دي بتميزه. وبالتالي هي قدرت يا كابتن سامي ان هو قدر الراجل يطلع الحاجات دي منه ويخليها في وسط المجموعة. ما تبقاش له خاصة، فانه بيقطع وبيلعب للي جنبه، بيقطع وبيمرر وبيمرر وعارف بيمرر فين، بحيث ان لازم يمرر صح، ولازم يخترق صح، لازم يوقف صح، لازم يرجع صح، كل الحاجات دي امكانياته فيها كده. هو طلعها الراجل منه، هو كان جاي من نادي الاتحاد ما كانش بيلعب هناك كده. صحيح. وما كانش بهذا المستوى، يعني هو ما كانش في هذا المستوى، لكن لما جه زادت امكانياته اللي احنا هي موجوده عنده، هو طلعها بقى.
يعني كولر عارف ازاي يطلع كل ما هو جيد جواه عنده وتخليه ان هو كده فينصهر مع المجموعه، وبالتالي اصبح من الركائز الاساسيه في وسط ملعب النادي الاهلي. تلاحم المباريات بيؤدي الى الاجهاد. انا عارف ان ده واجب خلاص، لانه خلاص النادي الاهلي دائما ما يتبع اللوائح والقوانين، والفتره اللي فاتت كان اللوائح كلها بتقول ان المباريات اللي ما بين الدور قبل النهائي والدور النهائي في افريقيا بيتم تاجيل المباريات لما بعد النهائي، وده حصل، ربنا كرم وقدرنا نكسب البطوله، وبالتالي ان انت تلعب كل يومين او كل ثلاث ايام اصبحت لائحه. انت دلوقتي مضطر ان انت تلعب. نعم، بس هي يا كابتن اسلام تفضل. يعني فيها ظلم. اتفضل. مثل النادي الاهلي ظلم لاي لاعب انك تديله 48 ساعه ويلعب. اوكي. استحاله، ودي سبب يعني انخفاض معظم مستويات اللعيبه في الدوري المصري. سببها انك انت تلعب زي مثلا النادي الاهلي، لو هو ما عندوش الفكر المدرب انه يعمل التدوير وبيعمل الروتيشن وبيعمل كده، كانت الفرقه دي كانت ممكن تقع. ليه؟ لانك انت لاعب يوم الخميس ولعبت ثاني يوم لعبت الاربع ولعبت الاربع وبعدين بتلعب السبت. صح. يعني خدت خميس وجمعه. انت لعبت الاربع، والاربع لعبته امتى؟ بالليل. طب يبقى اذا انا يوم الجمعه، أنا يوم الخميس مش هعمل حاجه، استحاله تعمل حاجه غير الريكفر والاسترخاء. وعشان كده مش ان انت بتعملش، اما اسال العضله ايه، العضلات لا يمكن ترجع تبقى لوضعها الطبيعي قبل 36 ساعة. أوكي. عشان عضلة تبذل كل مجهودها يعني يوم ونص. يعني تقريبا. فلازم مش تمام. علميا مش. لا ده مش كلام أنا. ده العلم هو اللي بيقول. كتاب بيقول كده. ده العلم هو اللي بيقول. فإذا ما تلحقش إن أنت اللاعب، فانت بتعمل حاجات الآلية دي عشان تعمل الكرفة، عشان تقلل الساعات بتاعة الاسترخاء دي، بدل 36 تخليها 24. ليه؟ الأجهزة اللي جابها النادي الأهلي والأجهزة اللي بيشتغل بيها وفي كل أندية معظم الحاجات دي، واللي بيحط في التلج والكلام ده، عشان أقلل الفترة بتاعة إن أنا الريكفر بتاعه، بحيث الاستشفاء، بحيث العضلة ترجع لوضعها الطبيعي. أوكي. لكن ان انت دي اللي بنعمله. طب رجعتها لطبيعي في خلال 24 ساعه، وبعدين عندك ماتش تاني، وانت كمدرب بقى انت شفت اخطاء في المباراه السابقه، المفروض تعمل فيها ايه؟ صلحها في الملعب. لا، في هو بيعملها ايه بقى؟ ما عندوش وقت الملعب، ورق فبيصلح. لا، بيمسك بالفيديو وبالتلفزيون وبيكمل والشاشات وتعالوا باللابتوب ويقعد يصلح. طبعا التصليح النظري ده غير تصليح العملي. طبعا أما في الملعب بتنزل، لا انت بتعملها كده، الكره دي شوف انت عملتها ازاي، قطعتها ورحت ويجي. المواقف بالظبط اللي حصلت في المباراه السابقه لازم يطبقها في المباراه، يعني في التمرين، ثم التمرين اللي بعد كده يحضر نفسه للمباراه اللي جايه. صحيح. الفرقه اللي قدامي بتلعب ده ايه؟ ما بيحصلش. هيحصل ازاي؟ فين الوقت اللي يحصل؟ اذا كل المدربين بامكانياتهم ما بيقدروش يعني يحاولوا انهم لا يصلح اخطاء ولا بيعمل غير كله باللابتوب والشغل النظري. بما ان حضرتك فتحت هذا الامر وهو امر هام جدا. طب ده علميا مظبوط؟ طيب. بما انه علميا فانا شايف ان كل انديه مصر، مش النادي الاهلي، كل انديه مصر، ما انا قلت كل انديه مصر. لا شايفه هذا الامر. طب هذا الامر عرض عليهم في بدايه الموسم. صح؟ طب لماذا وافقت الانديه على هذا الامر؟ الانديه لانه في الاخر لائحه. ما هو اللي وافق يا كابتن اسلام، يعني اللي راح من الانديه او اللي الانديه قايلاهم، مش الفنيين، ممثل النادي اللي بيروح ومجلس اداره. طب هل من الممكن ان السنه الجايه مثلا، احنا النهارده في المؤتمر بتاع الدوري العام المصري وتفاصيل الدوري العام المصري، صح؟ هل من الممكن ان السنه الجايه ما يحصلش كده؟ يعني بدل ما نعمل 3 و4 ايام نعملهم 4 و5 ايام. دي لصالح الكره المصريه. عشان المدرب يشتغل. المدربين اللي في مصر كلهم بياخدوا فلوس، لكن بياخدوا فلوس عشان ايه؟ ولا حاجه، ما بيصلحش اخطاء. يصلح اخطاء امتى ويلعب امتى ويجيب لعيبه امتى
ويجهزهم اي مباراه بالطبيعي، بلعب مباراه تاني يوم راحه، بعدين بصلح الاخطاء، وبعدين بعدي نفسي للمباراه الثانيه بشوف ايه اللي انا المفروض هعمله، وبعدين اطبقها في نظري، وبعدين استرخاء، وبعدين ماتش ثاني. دخلت لي في 5 ايام ما بيحصل، عمره ما بيحصل هنا. عشان كده كابتن، بس ده بيحصل في اوروبا، ما احنا في اوروبا بنشوف ان هو بيلعب كل يومين او كل 3 ايام. لا ما بيلعبش كل يومين، مش على طول. لا مش كل 3 ايام بس، مش على طول. لا يعني مثلا تلاقي مضغوط اسبوع، والاسبوع اللي بعديه تلاقي بياخد فتره الراحه طويله. مش فتره، مش هشوفها واقول لحضرتك. لا لا لا، ما انا عارف يعني. انت مفروض ما تضغطش يعني 7 ماتشات ورا بعض. انت بتشوف كاس العالم مش بيلعبوا 7 ماتشات، اللي بيلعب نهائي بيلعب 7 مباريات. اوكي. اللي بيلعب نهائي في كاس العالم بيلعب 7 مباريات في وصل للنهائي. عمره ما هيبقى 48 ساعه. الاول كان 3 ايام، يعني بيلعب وياخد 3 ايام راحه، ويلعب و 3 ايام راحه. بعد كده الثلاث ايام لما ما بتكملش لغايه الاخر تبقى 4 ايام، ثم بقت 5 ايام قبل النهائي. فاذا ال7 ماتشات لو انت اللي انت اعتبرتهم في شهر في كاس العالم، السبعه دول بيتلعبوا في شهر، لكن ما بيلعبش الراحات كلها يومين 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 يومين. لو انت يومين يبقى اقل من شهر. لا يومين ده يبقى 14 يوم. طيب. 7 ماتشات. طب انت ليه بتلعبوا في شهر؟ اللي هو بيلعب اول يوم وبيلعب اخر يوم. يبقى ده لعب 7 مباريات. قسم له ال7 مباريات على الشهر. على الشهر هتلاقي اول 3 مباريات اللي هم بتوع المجموعات دي 3 ايام بس. اوكي. 3 3 3 9 ايام. هيبقى له 10 ايام تانيين، ويبقى عنده كام؟ 4 مباريات فاضلين له عشان يلعب. تلاقي ال4 مباريات التانيين الراحات بتكبر بقى. تبقى 4، ثم النهائي، وقبل النهائي يعني تبقى 5، بتبقى 5. يبقى اذا لا يمكن هيلعب في شهر اوكي كله 3 3 3. ارجو ان يعني اعتقد ان الكل يعني حريص على مصلحه كره القدم المصريه، وبالتالي يعني اتمنى ان ده يحصل في بدايه الموسم القادم برضو لنادي الاهلي طبعا ولكل الانديه. بما اننا بنتكلم عن المسابقات، خلينا نروح نشوف ماذا قال الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في المؤتمر الصحفي الخاص برابطه الانديه ولقاء معاه، ونرجع نشوف ماذا قال. الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعه، وحضرتك فاكر الكلام دوت، وقلنا كل الارتباطات، انما زاد عليه ارتباطات اخرى، كاس عالم الانديه اللي شارك فيه النادي الاهلي. طبعا دي حاجه كويسه لمصر طبعا، ان النادي المصري والنادي الاهلي راح يشارك في كاس العالم الانديه. ما نقدرش نقول لا، او ما نقدرش نتناقش فيه، انما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي، وتوقيت البطوله كان برضو مفاجئ، ما كانش موجود وجود على الخريطه اصلا في الاجنده واحنا بنتكلم في بدايه الموسم. عندنا كان مؤتمر المناخ، مؤتمر كبير جدا، وكنا لازم ان احنا ناخد تاجل فيه اسبوع. عندنا 2 سوبر اتلعبوا، عندنا كاس مصر كان فيه 3 ادوار من الموسم اللي فات، وكان فيه نهائي كاس مصر، وكان وقت كاس العالم الانديه لما اتكرر، فبالتالي تم تاجيل نهائي كاس مصر، وبعد كده لعبناه. كل ده اخذ ده من التوقيتات، ورغم كل ده الحمد لله احنا 30/8 كنا خلصنا الموسم اللي فات. الموسم دوت 30/7 بالاخر مباراه بتاعت الاهلي بتاعت الكاس، فبالتالي كل الامور ديت عشان نبدا الموسم ينتهي 30/12 من كام موسم شهر 12، ونبدا في شهر 10، بعدين نخلص شهر 7. طبعا ده اكيد انجاز كبير، وان شاء الله اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله. طبعا اختيار موفق جدا، لان طبعا احنا من غير الدوله الرياضه مش هيبقى في رياضه اصلا. وحضرتك عارف ان الدوله ورئيس السيسي اهتمام كبير، راجل هو راجل رياضي ورياضه كل يوم بيلعب على الرياضه، وبيشجع الناس على الرياضه وركوب العجل، يعني راجل رياضي، فطبعا بيساعد كل المنظومه الرياضيه، فلازم المنظومه الرياضيه كلها تجاري السياسه ديت. فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا، واختيار موفق جدا. لازم نساعد طبعا المنظومه كلها السياسيه والاجتماعيه، ودايما اتحادات، حتى الاتحاد الدولي بيقول لك ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيقول لك اللعيبه والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي، ومسؤوليه اجتماعيه قبل كمان المسؤوليه الرياضيه، لان الاثنين بيخدموا على بعض.
وده الدور اللي لازم طبعا بتحاول الرابطه الحقيقه اللي عامله مجهود كبير خلال سنتين، واحنا اخذنا امور متقدمه كتير وان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل بكتير، لان احنا دايما بنجري يعني تلاقي كل الدول بتخطط وفي هدوء وبتاع، انما احنا جينا من فترات 2011 ومشاكل وتوقف كوره، وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عايزين نفتكرها، فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الامور الثانيه. يمكن احنا دايما بنظلم نفسنا شويه، واخرهم زي نلعب كوره لغايه دلوقتي بس، والمغرب عملت والمغرب عملت، بس هتبص جنبك كده ناحيه اليمين المغرب هتلاقي النهارده في مباراه الرجاء والوداد المغربي بيلعبوا النهارده، الدوري الجزائري لسه خالص من 4 5 ايام، وكل دول اقل مننا عدد في الانديه، ما مروش بالمراحل بتاعتنا، ما نهوش دوري مره بشهر 12، فبالتالي كل الامور ديت لازم الناس يعني تصبر علينا شويه، وما ينفعش نقول شوفوا شوفوا شوفوا، لا احنا الحمد لله احنا منتخب اليوم من امبارح، كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي وطالعين من الدوري المحلي، الفريق المغربي كله بيلعب في الخارج ما بيجوش المغرب خالص، ويمكن المذيع المغربي امبارح يعني شوف احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبيه، هو بيقول عن سلبيه ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول، فنتمنى ان شاء الله بس نصبر على بعض شويه كده والامور تبقى كويسه. اكيد طبعا اولهم النواحي الامنيه، لان الامن الاول، انا حضرت مواسم كنت بنظم فيه المسابقه في 3 4 ملاعب، دلوقتي كل الملاعب بقت مفتوحه، الانديه كلها بتلعب في الملاعب بتاعتها، الجمهور بيرجع واحده واحده، ونتمنى طبعا ان الجمهور رغم ان بعض الجماهير وبعض الافراد من الجماهير بتقول جماهير ان هي بترجعنا للخلف خطوه لو خطوتين، انما احنا ماشيين في خطوات، فلازم طبعا دور الامن يبقى واضح جدا، لازم نشكر الامن الحقيقه، ما يبقاش برضو ان احنا بنتكلم على ان عدد الجمهور قليل او لا، لان محدش عارف، محدش في المطبخ بتاع النواحي الامنيه وبيشوف المشاكل اللي هم بيقابلوها. يمكن انا قربت شويه طبعا في الفتره اللي فاتت دي كلها، عشان كده لازم اديهم حقهم على ان هم اللي بياخدوا القرارات الصحيحه. احنا بندي كل الفرصه للرئيس لجنه الحكام ولجنه الحكام ان هي بتاخد القرار الصحيح واللي هم شايفينه من وجهه نظرهم، هم اللي هياخدوا القرار في الاخر، وهم اللي هياخدوا برضو قرار امتى يتم اعلان عن حكام المباراه. احنا بنوفر لهم كل اللي هم طالبينه، بنوفر لهم المعسكرات اللي هم عايزينها، لان دي تجربه جديده، الخبير الاجنبي اخر التجربه، لازم هنحكم طبعا هل ايجابيه ولا سلبيه، فدي امور من الامور برضو الجديده اللي دخلت على اتحاد الكوره ان يبقى رئيس لجنه الحكام اجنبي. اقول الاعلام الاول ان الحقيقه الجمهور بيسمع من الاعلام مش بالعكس، الجمهور لما بيعرف الحقيقه الجمهور ملتزم وكل حاجه، انما الاعلام بقى الاعلام زود عدد المشاهدين، فعدد المشاهدين في مشاكل هنا زي ما بتمشي في الشارع وتلاقي حادثة الناس كلها بتقف، كويس تلاقي مشكلة الناس كلها بتقف، اتنين بيتخانقوا تلاقي ناس كتير بتقف، انما لو حاجة كويسة كده هتعدي عليها، هتبص وهتقول حاجة حلوة وهتمشي، فبالتالي اتمنى نرجع للاعلام الصحيح ان احنا نشوف الايجابيات، ما نزيدش على مشاعر الجماهير، لان انا بشوف حاجات كتير الحقيقه وناس بتزايد وعلى انها اكتر من المسؤولين في الانديه، رغم المسؤولين في الانديه مش محتاجين الناس ديت الحقيقه، وانا كل الانتقادات اللي انا بشوفها في بعض الامور وفي بعض القنوات المسؤولين ما بيقوليش الكلام ده خالص، وكل يوم بقابلهم وكل وبيكلموني وبكلمهم ما حدش بيشتكي، والاقي ناس بتزايد عليهم، هل يعني كده هيبقوا محبوبين قوي؟ نتمنى ان شاء الله ان كل واحد يعني يرجع لعقله. أنا عارف هو يقصد مين. عارف ولا؟ مش عارف؟ لا. تعرفش؟ لا مين؟ الحاج عامر حسين على فكرة عامل شغل كويس جدا الفترة اللي فاتت تحديدا، لأنه الفترة اللي فاتت فترة صعبة جدا، ناس كتيرة ممكن تستغرب من اللي أنا بقوله، ولكن لا، هو الفترة اللي فاتت هي فترة صعبة جدا 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 جدا، أتمنى إن البداية السنة الجاية وزي ما حضرتك قلت كده ما نبقاش نلعب كل يومين ماتش تاني. أتمنى إن ده يحصل. يا ريت يا ريت، يعني 48 ساعة دي قاتلة للمدرب وللعيب. ما بنلحقش. لا ما 48 ساعة بيقول لك انا يعني مثلا الاربع خميس وجمعة وبيلعب ثالث يوم مش تاني يوم يعني. ايوه ما هو بتلعب ثالث يوم، يعني اليومين دول هتعمل بيهم ايه؟ اليومين ما فيش، ما تلحقش، ولو فيهم في السفر كمان لا لو فيهم في مشكلة. يعني لو النادي الاهلي مثلا يوم الاسماعيلي رجع القاهرة ويرجع تاني يروح اسكندرية الموعد هناك كانت صعبه. ايوه طب ما هو الماتشين كده. يعني كانت العمليه تفكير انهم
يبقوا هناك، هيروح ويرجع يروح ويرجع. كويس ان ماتش الزمالك يوم الخميس بقى، ويوم الخميس ان شاء الله دلوقتي هو بقى في اربع ايام بالظبط كده، حد اتنين تلات اربع، وهتلعب الخميس بعد ماتش السبت، هو مدي منهم يومين راح. شايفها ازاي الفكره دي؟ لا شايفها، هو طبعا ثقتنا في الله كبيره، بس ثقته في لعيبته، وهو عارف اللعيبه اللي قدامه قد ايه، يعني قايسها ان اليومين دولت مش هينزلوا لياقتهم البدنيه ولا الفنيه ولا المهاريه ولا اي حاجه، بس هيريح الجهاز العصبي. وتريح الجهاز العصبي اهم اهم في الوقت ده، لان عنده مباراه عليها ضغط عصبي صحيح، فعايز يقدر يتحمل الجهاز العصبي، يتحمل الضغوط العصبيه، لان هو انضغط في ماتشين، فهو خلاص فاق من ماتشين، عنده ماتش بقى مهم جدا، الماتش ده له ضغوط تانيه، فلازم هيتعامل اهم حاجه مع الجهاز العصبي بتاع اللعيبه، فبديله راحه يومين ينام كويس، ياكل كويس، يبعد ما يشوفش كل الحاجات دي، يبعد عن الكره يومين فبحيث يجي لما يجي هيتمرن ويبقى اقدر تاني اديله الدوافع بتاعتها واديله الاعداد بتاعته، هيبقى الجهاز العصبي مستريح، يقدر ينفذ اللي مخه بيقول عليه، مخه هيفكر صح، العضله هتشتغل صح، الاداء هيكون صح. بس هنا برضو هل هيبقى اليومين اللي فاضلين كافيين؟ يعني هو ادى حد واتنين اجازه، تلات واربع هيبقى كافيين يديلهم اللي هم عايزه، ولا هو هيعتمد على لا ما هو التحفيز؟ ما هو اصلا اللعيبه حافظين يعني. ما هو اصلا اللعيبه جاهزين، هو هيجي تاني يعني ايه، بيعمل لهم بقى الريكفري اللي يفوقهم، لكن مش جاي حفاتهم دلوقتي، ممكن يديهم فكره جملة نادي الزمالك بتلعب ازاي، هنلعب ازاي من هنا ايه، لكن اصلا اللعيب جاهز. اوكي، اللعيب مش لسه هيعده للمباراه، لا هو جاهز اللعيب. وبعدين كل مستويات او النادي الاهلي كل المباريات بتاعته مستوى عالي جدا، يعني مش الزمالك بس، طب ما هو الاتحاد مباراه عاليه، الاسماعيلي مباراه عاليه لازم برضو كنت تكسبها، اي مباريات من المباريات دي، وبعدين بطولات افريقيا عودتك انت الاعداد والجهاز العصبي بيبقى تحت ضغوط عاليه جدا، لان بطولات كبيره، فانت متعود على البطولات الكبيره دي وعلى الماتشات الكبيره. فهو شايف ان اليومين دول الراحه هيفوقه، لان هو محتاج في اليومين اللي جايين الجهاز العصبي، العضلي مش هيفقد حاجه، يعني طبعاً. اللياقه مش هيفقدها، والمهاره مش هيفقدها طبعا، بس انا عايز اريح الدماغ، فانت بتريحه شويه هيقوم فايق. البني ادم مننا كابتن اسلام، لو انت تعبان وعايز تنام وسايق عربيه، بتركن شويه كده 10 دقايق وبتفوق، بعد العشر دقايق دولت بتحس نفسك ان انت نمت فيهم، اللي هو السنه اللي انت بتنيم فيها كده، بتحس لنفسك فايق وماشي وعارف كل حاجه. هو عايز اللعيبه الجهاز العصبي يحصل له كده، لان تبعد شويه، تبعد، لان الجهاز العصبي هو يمكن الجهاز اللي مش محتاج وقت طويل، يعني الجهاز العضلي بيحتاج 48 ساعه، الجهاز العصبي المخ يحتاج من الواحد عشان تستريح وتبقى ريكفر 100% 10 دقايق، 10 دقايق بس، المخ يستريح 10 دقايق يرجع تاني 100% والله، فانت هتريحه يومين مش هتريحه 10 دقايق. طيب، فهو بيجهزه نفسيا للمباراه. الفرق ما بين، وحضرتك بتتكلم دلوقتي قلت ان هو الراجل هيقول لهم ازاي الزمالك بيلعب، ايه الفرق ما بين زمالك الدور الاول وزمالك الدور الثاني؟ قدرت تفوز على زمالك فريرا بثلاثيه، هل من الممكن فريرا له اسلوب وسيريو له اسلوب، اللعيبه اللي لعبوا الدور الاول مش هتلاقيهم هنا في الدور الثاني، في لعيبه مش موجودين، شكل المباراه الاولى كان الضغوط على نادي الزمالك اللي كان لسه الدوري لم يحسم وما كانش قرب، هم هيلعبوا هذه المباراه من اجل المباراه وليس من اجل ان انت صحيح، وهو معلوش اي ضغط على فكره، ما طبعا هو ما بيلعبش حاجه، يعني مش فارقه معاه، ثالث زي رابع زي كده كده هيلعب كونفدراليه وخلاص، فاللي هو اللي بيلعبها بالطريقه دي بيبقى اكثر هدوءا، عشان كده هو اداهم يومين عشان يقدر يلاعب الجهاز العصبي بتاعهم، يبقى احنا في تقل، هو بفكر فكر فكر عالي قوي يا كابتن اسلام، ان هو اللي بيقول لك ده،
كولر. يعني ليه؟ هما ما عندهمش اي ضغوط عصبيه. نادي الزمالك ما عندوش اي ضغوط خالص. بيلعب المباراه من اجل المباراه. صح. منافس. عايز اكسب الاهلي وخلاص عشان اقدر ازيط عليه. لكن انت بتلعب وبتلعب المباراه، بتكمل الدوري بتاعتك، بتكمل مسيرتك، المنافسه لا زالت. مش لان انا بلعب الزمالك طبعا كمباراه وانت بتفكر فيها كده. طبعا مباراه كبيره طبعا. بس ازاي اهيئ لعيبتي لهذه المباراه اللي انا الخصم بتاعها مش مضغوط؟ فلازم برضو انا اريح لعيبتي عشان لعيبتي مريح الجهاز العصبي في اللعيبه. في اللعيبه هو ده الاهم. بالظبط. يغير تشكيل بقى ما يغيرش تشكيل، يلعب فتحي، يلعب اي لعيبه اي 11 من اللي هم بيلعبوا هينفذوا فكره اللي هو بيقدر يعمله العالي جدا. وان شاء الله باذن الله هنشوف مباراه حلوه باذن الله يوم الخميس. رايك في اسناد الطاقم التحكيم او التحكيم الى طاقم تحكيم مصري؟ اتعملت قبل كده المباريات المصريه بكباتن يعني. طب السنه اللي فاتت الزمالك كسب الدوري صح؟ بحكام مصريين. هم الحكام المصريين كانوا بيلعبوا. فاذا الحكم المصري، الحكام عندنا الحكام كويسين بس عاوزين الثقه. بس هم خوفهم بس من بعض الفرق، هي دي اللي يمكن بتخوف نادي الزمالك، وبتقول لك لا ما نجيب لنا حكم اجنبي ويخلص فيها عشان ما نبعد عن الضغوط دي. فانا مش شايف يعني ان لها يعني اهميه ان انا اجيب مدرب او اجيب حكم في مباراه زي دي. يعني مباراه اصبحت مش هقول تحصيل حاصل، لان اهلي وزمالك لا زالت هتفضل اهلي وزمالك. صحيح. ما اقدرش اقول ان اهلي وزمالك ايا كان حتى لو ملوش فيها وما فيش اي حاجه. لا تظل هذه المباريات هي صحيح مختلفه. وبرضه النادي الاهلي برضه ما بيلعبها هو يعني تقريبا. انت ممكن ماتش اللي جاي ماتش سيراميكا وبيراميدز ممكن يخلصوا الدوري بدري. صحيح. يعني لو كسبوا خلاص انت هتبقى المباراه انت داخل بتلعب زيك زيه. بس فيعني انا شايف ان التحكيم المصري يعني احسن له، وفي المباريات اللي زي دي ونتقبلها. بعدين الدولارات كترت قوي. البلد يعني في حاله يعني احنا محتاجين مثلا لما هتم 50,000 دولار عشان تصرف من 50,000 ضربهم في قد ايه. طب البلد محتاجه في حاجات تانية، اجيب بها ادويه، اجيب بها علاج، اجيب بها تغذيه، اجيب فيها انتاج. واحنا في الكوره خلاص ماتش زي ليه ما نحكمش الحكام المصريين بتوعنا؟ المنتخب الاولمبي امبارح استطاع ان هو يعود او يلعب مباراه او يلعب بطوله على اعلى مستوى. الحقيقه يعني هذا المنتخب اولا طب كل الناس ما كانتش متوقعه خالص انه يعني استثناء البيت الكبير والله. والله. لا هنا لا انت والله بجد. ليه؟ لا ليه؟ عشان انا قريب وعارف. لا لانك انت بتاع كوره. اوكي. فانت كاسلام بتاع كوره فانت فاهم، وبتجيلك الاخبار وبتشوف صحيح. بعينك وبتقدر تقارن وبتنتقي وبتفلتر المواضيع اللي حواليك كلها، فبالتالي بتقدر ان انت تقول هذا الفريق ممكن او مش ممكن، خصوصا بعد اول مباراه اللي تعادلنا فيها. صحيح. زي ما قلنا ان اللعيبه بتاعتنا 3-4 بالكتير خالص اللي بيلعبوا في الدوري باستدامه، بقيه اللعيبه ما بتلعبش. محدش بيلعب. صحيح. يعني نجم البطوله حارس المرمى احسن واحد حمزه علاء لعب امتى؟ لا يعني حمزه لم يلعب مع النادي الاهلي. مش كده؟ غير مره واحده يعني. لا لعب برضه الفريق الاول، يمكن كان برضه احتياطي مره وكان موجود، لكن فين؟ كله ناشئين ما لعبوش درجه اولى. صحيح. اذا وده مركز اساسي بالنسبه للفرقه. فالمجموعه دي لما اللعيبه المصريين لما بتتجمع وبتقرب لبعضها بتزداد قوه وبتحمس، بيعيشوا وبيبقوا عارفين وشايفين ايه، وماتش عن ماتش عن ماتش. اما حته اللي يقول لك نسبه التهديف عندنا قليله بالنسبه فعلا. صحيح. لسه كنت هسالك. هي نسبه التهديف قليله جدا. قليله جدا لان هي الكره المصريه كده بشكل عام. الكره المصريه احنا عندنا، انت قول لي انت هنا مريت بكل حاجه ومتابع جميع المباريات، لو نذكر على مستوى مصر
اللعيبة اللي موجودين في مصر، انت عارف متسجل كام لاعب في مصر من ناشئين وبراعم ودرجة رابعة وتالتة وتانية ممتاز وأولى وممتاز؟ كام؟ 138,000. اوكي. 138,000. هات لي في ال 138,000 عايز 5 لعيبة بيشوطوا على الجول. بيشوطوا شوط. أكيوريت يعني شوط دقة. الشوط اللي هو الشوط اللي نعرفه. الشوط اللي هو في الجول. الشوط اللي هو في المرمى. الشوط اللي الجول بيطلعها بصعوبة. الشوط اللي بتضرب في العارضة. محمود صابر. لا يعني كم مرة؟ محمد شحاتة. لا كم مرة؟ لعبت منتخب الأولمبي يعني. لا لا كم مرة؟ شوط كم مرة؟ ده الماتشات اللي فاتت كلها احنا كسبانين بالشوط اللي خارجي. ما هو أيوه يعني احنا شوط من الخارج. يعني واحدة. واحدة. يعني أنت جبت جول. لا. أنا عايز الشويط اللي يشوط في كل مباراة في كل شوط 4-5 كور. حلو جدا، عشان كده بتقروا التعديلات اللي حضرتك اللي حضراتكم عاملينها فيما يخص اتحاد كرة القدم فيما يخص الناشئين؟ طبعا الناشئين لازم نعدل. ما أنا لا حول ولا قوة، هنعمل إيه؟ ما هو الحل؟ ما هو في واحد بيقول لك إيه؟ ما هو لو حسبت له الجول أنا بدي له دافع دوافع إن الجول إن اللي يتشاط ومن بره 18 عشان أشجع. ممكن تشرحها لنا بسرعة يا كابتن معلش؟ هي يعني قصتها إيه؟ احنا عندنا مشكلة مفيش شويطة حد بيشوط في مصر كلها. صحيح. في كل الاندية. كرة في السماء، كرة بعيدة عن هنا مع نجوم كبار وتلاقي بيشوطها بعيدة عن المرمى. نجوم كبار وبيشوط في السماء. فانا يعني حاجة كد يعني استغفر الله العظيم يا رب. مش ممكن دي في الكورة. مش ممكن دي في الكوره ان انا لعيب ولعيب كبير ولعيب بالملايين ما بعرفش يشوط. ما فيش، ما انت كل مباراه لازم 5-6 كور بتتشاط. تمام. ممكن تشوط واحده تخش بس هي دي ما فيش تاني، لكن الشوط هو الاساس. جول المغرب اللي جه امبارح ما هو شوطه. صحيح. تكتل وكده وفاول واتعملت عليه تريك وشوطه. الله. علي معلول لما بيشوط بمهارته كم واحد عندنا في النادي الاهلي بيعملها زي علي معلول؟ يمكن 2-3 هو بس في الضربات الثابته. الضربات الركنيه بتجيلنا ايه؟ فعملنا زيزو إيه؟ في الزمالك قلنا كان زمان فيه، قلنا ان اللي سجل هدف من خارج المنطقه بتسديده يعني شايط الهدف اتحسب باتنين. اوكي. فدي تشجع اللعيبه. يبقى مثلا واحد مغلوب 1-0 في اخر 10 دقائق يفضل انت شايطها من بره. طب ما انا بشجعك ما انت هتبقى يبقى كسبان 2-1. هتبقى كسبان 2-1. يبقى لازم تتعود ان انت تشوط. اوكي. عشان تقدر تكسب. انت عاوز تكسب. هتاخد 3 نقط صح؟ هتاخد 3 نقط. أوكي. وتمشي. المسابقات دي كلها معمولة عشان المنتخب طبعا او الفرق الاولى. المسابقات الناشئين ومسابقات الشباب وكده ايه؟ عشان نعمل اجيال للفرق الاولى. تطلع الفرق الاولى وتطلع لمنتخب مصر. صحيح. ولا عشان بس 11 يلعبوا 11؟ ما 11 يلعبوا 11 وخلي زي ما هي. بس هو جو تنافس. فانت بتعمل فمثلا يا كابتن مثلا يعني الكره اللي بالهيد هتبقى كره بالهيد باتنين. باتنين حلو جدا. انت عندنا حد انا فاضل لي 10 دقائق. انا هنا ودي انا هكلمك فيها فني مثلا. فنيا انا هعمل ايه؟ انا مغلوب 1-0. هترفع اوفرات. انا مدرب. لا مش هرفع اوفرات. هرفع اوفرات ايه؟ هعمل ايه؟ هتجيلي الكره. هقول للمدافع اللي ورا العب طويل يا ابني. عشان يلعب واحده طويله في ال 18 واحد يطلع يعملها. طيب. فانا هنا غيرت طريقه اللعب من الشكل المعتاد الى ان انا العب كور طويله اللي احنا بننتقدها بقالنا فتره. لا هي مش هتبقى كده يا كابتن. اتفضل. هي عشان تلعب الهدف اللي بيجي عشان يجي بالراس عمره ما هيجي من ورا. اوكي. لازم انت الهدف اللي تلعبها على الجنب. لا هي هتيجي من الاطراف. فانت لازم تكون لعيبتك متعوده انها تلعب الاطراف. الضربات الركنيه بتتلعب يبقى لازم انها تتلعب بالدماغ. وبعدين همرن المدافع كمان انه طلع. طبعا. ما هي ضرب الكره بالراس دي هتفيد المهاجم وهتفيد المدافع، ما المدافع هيطلعها عشان المهاجم ما يجيبش جول. يبقى انا رفعت من امكانيات فرقتي في ضرب الكره بالراس. اوكي. في اهم مهاره موجوده عندي. يبقى اذا لما برفع المستوى هرفع مستوى لعيبتي. احنا مصر فيها كام راس حربة دلوقتي
يقدر كراس حربة راس حربة هيدر زبنة قليل مفيش ما نقدرش نعد على ايد مصطفى محمد بس. طب بس حد تاني كل ده ما هي دي نقط ضعف لابد ان احنا ندرس نشخص ان يعني المريض لما بيتعب الدكتور قبل ما بيكتب الدواء بيقول له روح اعمل تحليل صحيح وروح اعمل لي اشعه صحيح وبناء على التحليل والاشعه يدي له الدواء. طب هل يا كابتن طبعا الحاجات دي اتعملت ده الدواء اللي حضرتك بتقوله ده الدواء اتعملت قبل كده اتعملت الافكار اللي انا بقولها دي مش اختراع ومش افكاري دي منقوله اتعملت في مصر؟ لا 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 اتعملت في المانيا عملها سيرهير بيرجر اللي هو مؤسس الكره الالمانيه لما كان بيساعده هيلمت شون وكان بيساعده هيدر جوت وكان بيساعده حاجه و70 دي ده كانت 74 بعد الحرب العالميه 48 لما جه لقى الفرقه عنده كل اللعيبه بتقعد تبصت بصت بس ما حدش بيشوط وما حدش بيجيب جوال بدماغه والكره على طول في الارض عمل كده فراح طالع حصل الثاني يا كابتن غير المانيا؟ لا ده اللي انا شفتها في المانيا. طب كابتن هنا كان ممكن مثلا اقول لحضرتك ايه؟ هل كان من الممكن ان احنا مثلا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كان ممكن مثلا نعمله مع المدربين ازاي؟ ان انا اجيبهم تقول لهم اعملوا كذا مرنوا كذا ومرنهم مش هدي لحضرتك حاجه ثانيه. اي مباراه تنتهي بالتعادل ضربات ترجيح مفيش تعادل في الدوري دوري الناشئين فتضطر المدرب مش هيدرب واحد بس اللي هيشوط ضرب جزاء لا كله هيدرب له 5 6 والحراس هتتدرب صحيح احنا طلعنا من افريقيا وطلعنا من كاس عالم بسبب ضربات الجزاء طيب تقول لي لعيب مين حضراتكم درستوا الوضع فلقيتوا ان احنا محتاجين ان احنا حد يشوط من بره ما في اصلا ما فيش دلوقتي اوكي ما يعني ليه نسبه التهديف قليله عندنا ليه ما في لحدش بيلعب بدماغه ما حدش بيشوط اوكي بنوصل للجول وما بنجيبش جوال هل فرقه منتخب الاولمبي ما وصلش للجول وصل بس ما في فين الشوط الشوطه اللي جت جول واللي قبلها برضو جت جول هل اتحاد كره القدم هيصر على هذا الامر خلال الفتره اللي جايه اصل هو ولا من الممكن ان يتم تغييره ما هو تغييره دي بقى مين اللي غيرها للطبيب يعني انت المريض عمره ما هيغير الدواء من يعني المسؤول اتحاد الكوره المفروض هو اللي شايف الكوره الصح ايه وما هي الغرض ما انا عايز اسال السؤال ما هو الغرض من المسابقات اللي هي بتتعمل عشان فرقه تاخد في النهايه كاس الكلام اللي بيتقال يعني الغرض هو الصعود الى الفريق الاولى في كل طب لازم اطلعه والمنتخبات الوطنيه في مصر يستفيدوا من هؤلاء اللاعبين طب مش هديهم لعيبه مكتمله ولا طبعا لعبة. الافضل ان انا اديهم لعيبه مكتمله ولكن يبقى لازم الطريقه المسابقات دي هي اللي بتخدم المطبخ اللي بيجهز اللعيبه دي ما هو برضو ممكن يكون المطبخ ده من خلال المدربين ما هو المدرب ما انت لازم تجبر المدرب انه يعمل كده هتجبره ازاي؟ قول له المسابقه بتقول لك لو جول بدماغ باتنين هيمرن لعيبته ويكتشف لعيبه تلعب بدماغها هيمرن لعيبته ازاي يلعب الاوفر من اليمين ازاي يلعب الاوفر بالشمال ازاي التاني ينط بدماغه هيبقى في المدرب الروتين بتاعه هيتغير اوكي هتلاقي الناس من نص الملعب اللي عماله بتشوط كم الشوط اللي بيتشاط ده زمان دي هيطلع لك نماذج من اللعيبه دي هتغير شكل الاداء عموما فكرة وسيتم تطبيقها حتى الآن سيتم تطبيقها مظبوط؟ هي لغاية دلوقتي بس إن من بداية من الموسم الجاي ولا المفروض يعني المفروض تتعمل كده في المسابقات لكن إيه اللي يدير ما هي أنت ما بتغيرش في قانون كرة القدم لا ما القانون هو بقول لك الجول بكده والجول وكده ولما تيجي مباراة تعادل العب في النهاية ضربات ترجيح يبقى اللعيبة من صغرها تتعود على ضربات ترجيح ضربات ترجيح ماشي اشوفها ماشي لكن ان انا العب كورة زي ما قلت لحضرتك كده ان انا العب كورة طب انت في الماتش العادي لما واحد بيجيب جول وكانت النتيجة 0-0 وبيبدأ يكسب بيها الماتش في الآخر ما هي نفس القصة لا مش هي ازاي انا مغلوب 1-0 فبلعب بطريقه معينه تتناسب مع ان انا مغلوب 1-0 او ان انا كسبان هي 1-0 عموما احنا بنقول الانديه مش هتقول هو ده زي نقاش مجتمع يا كابتن مش أيوه. مش حاجه يعني على فكره في الاخر انا ممكن اقنع حضرتك بكلامي وممكن او مش بكلامي او يعني بالكلام اللي احنا بنشوفه او حضرتك تقنع الناس بالكلام دي تجربه ايوه اتنقلت من دولة متقدمة
عالميا، والمانيا ما حدش يقدر طبعًا يقول عليها. ولكن هل ممكن يقول لك ده قديمه شويه؟ هي قديمه يعني حصلت من من 74 ولا مش 64. مهم. طب ما هو يعني الدواء من 74 ولا من 76؟ طب ما طالما المرض عندي باخد نفس الدواء، اقول الدواء قديم؟ ما هو المرض ما ظهرش. الادويه جديده جدا، جديدة، بس المرض ظهر دلوقتي. اوكي، ما المرض ما كانش عندنا. لا، هو البرد دلوقتي انا باخد له مثلا برشام كذا، فزمان ما كنتش باخده. لا، انا بقول لك ده ظهر جديد. المرض اللي هو مهاره الكوره دلوقتي، اللي حاجه البايظه ظهرت دلوقتي. اوكي، ان اللعيبه نسبه التسديد قبل كده ما كانتش عندنا. احنا كان عندنا مثلا زمان رفعت الفناجيلي بيشوط، عبد النصح بيشوط، محسن صلاح بيشوط، محمد شوقي بيشوط، كل دولت الشوط عبد ربه، احمد حسن، كل دولت كانوا بيشوطوا. زمان بيشوطوا، دلوقتي ما فيش حد بيشوط خالص، ما بنلاقيش حد بيشوط. فاذا كان عندنا زمان روس حربه، ما كان في على ابو جريشه راس حربه بيلعب بدماغه على طول، كان في ناس كتير. مسعد نور كان بيلعب بدماغه، محمد رمضان كان عندكم، كان في اسكندريه محمد رمضان، ما كان محمود بكر بدماغه الله يرحمه، كان عماد متعب. دلوقتي خلاص ما فيش، فاحنا عاوزين نطلع دي. طب نمرنها ونعمل كده. فيعني هي دي كلها هي افكار، محاولات لاصلاح ما هو داير من نسبه للعيبه اللي هي موجوده. هي افكار بيتم طرحها وسيتم تطبيقها بدايه من الموسم القادم. المفروض انها تطبق في الموسم القادم. وبعدين احنا كابتن اسلام، اتفضل. المسابقات لازم، يعني على سبيل المثال، المباراه بره ملعبك تاخد نقطه زياده. اوكي، لما تكسب بره ملعبك، لان احنا هنا مش طبعا انت هنا بتدعو الى اللعب الهجومي. اللعب الهجومي، او وبتعود لعبتك انك انت لما على فكره بتسافر. انا مع حضرتك في دي. انا مع حضرتك في ركلات الجزاء، ان انا العب مباراه واخد نقطه بعد المباراه، مفيش مشكله. في حاجات كتيره، يعني من الافكار برضو دي، في حاجات كتيره سيتم تطبيقها. امتى الناس هيجي لها اللوائح او القواعد؟ لسه هم كانوا مستنيين بس بعد الماتش الاولمبي ونخلص كده، وبعدين تبدا الحاجات دي. عموما هي افكار سيتم تطبيقها خلال الفتره اللي جايه فيما يخص الناشئين وفيما يخص العرض اللي عندنا، او المرض. المشاكل المرض اللي عندنا، يعني او المشاكل اللي عندنا. لا، ما فيش. انت بتبص تلاقي اولا نسبه التهديف عندنا كمان للناشئين قليله جدا. اوكي، يعني تلاقي الماتش 2-1 3-1 نسبة قليلة. اللاعب الهداف كل ما مفروض من صغره يجيب أهداف كتير، كل ما بيكبر والمنافسة بتعلى نسبة الأهداف أكيد هتقل. طبعا. طب هو دلوقتي بيجيب جونين بس في الماتش، طب لما يكبر مش هيجيب أجوال خالص. يبقى لازم نزود له نسبة التهديف هنا من خلال اللي حضرتك بتقول عليه، المسابقات اللي احنا مسابقات. او المنافسات اللي هو نملكه في ايدينا، المسابقات دي اللي انا غيرت شكل اللي احنا بنعملها دي. فدي مش يعني ما نقلها اختراع، لكن احنا بنشوف. طب زي الدوري لما الحاج عامر قال عليه، وده اللي هو ما اعرفش الناس ما فهمتوش ليه. الدوري 18 نادي، اما ال 18 يلعبوا بعض دور اول، خلاص 18 لعبوا بعض دور اول بنقاطهم تفضل موجوده. تمام. اجي الدور بعد ما كل واحد هيكون لعب 17 مباراه، اجي جاي عند 8 وافصل 8 الاوائل يكملوا مع بعض، والعشرة يكملوا، يعني بتقوي الموضوع اكتر. العشرة هيهبط منهم الفرق، والثمانية فوق هيكسب الدوري. طب تقول لي، طب 8 ماتشاتهم هتقل، بدل ما هيلعب 17 مباراة هيلعب 7 مباريات. يبقى وفر 10 مباريات من دور واحد برضه. هيكمل الدور الثاني، ما هيكمل الدور الثاني بتاعه. يبقى الدور الثاني اللي هو 7 ماتشات، اللي هم 7 ماتشات. اوكي، على ال 17 يبقوا 24 ماتش. 24 اكنهم كانوا بيلعبوا 12 دوري من 12. دوري من 13 فرقة. يعني اكنهم اكن انا الدوري بدل ما خليته 18 فرقة خليته 13. اوكي. فاذا بعدين المباريات دي هتبقى قوية، وبعدين التنافس ده هيبقى في عندي وقت راحة. يبقى النادي الاهلي لما يجي مش هضغط له مبارياته،
لان هم في الثمانيه دول الثمان ماتشات السبع ماتشات اللي هيلعبوا. هو هنا هيقول لك الاربع انديه اللي هتلعب في افريقيا هي اللي هتستفيد اكتر من اي حاجه. طيب انا الاربع انديه اللي في افريقيا وفي الباقيين بتوع العرب اللي هم اللي البطوله العربيه او البطولات الثانيه اللي موجوده، يبقى اذا وبعدين المنتخب. هو ده لم يتم التوافق عليه. ما انا هقول لحضرتك المنتخب كمان اكتر لعيبه منين؟ من الثمان فرق دول. من الثمان فرق دول اكتر لعيبه، اذا انت المنتخب ممكن تخليه يحتك اكتر ويبقى عنده وقت اكتر، يبقى هتفيده لانك هيبقى عندك وقت. والمنافسه العشره اللي تحت هيبقى ضرب نار. صحيح. والثمانيه دول برضه، بس انت بتطلع بالنقط بتاعتك، بتطلع باهدافك، بتطلع بانذاراتك، بتطلع بالكلام ده. ده بس سنه استثنائيه كنا بنقللها على اساس بعد كده تتظبط. تتظبط الدنيا. ما فقوش معاها الحكايه. السنه اللي فاتت توصل. يا ريت تتعمل. عموما هي افكار بيتم طرحها، هنشوف ايه اللي هيحصل فيها خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا، وجرتنا احنا الكلام في لا بالعكس، احنا محتاجين بالعكس، انا محتاج ان انا اتكلم مع حضرتك وحضرتك تتكلم مع الناس في هذه الامور، واللي عند حضرتك يتكلمه علشان تصل الفكره للجميع. بالظبط، من خلال كل البرامج. ربنا يسهل ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ مشرف ومنور. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. لسه كنت بسال حضراتكم فيما يخص كلامنا مع كابتن فتحي وفيما تم اقراره او اقتراحه فيما يخص ايضا مسابقات الناشئين والشباب، ان الكره لما تبقى من خارج منطقه الجزاء ويتم الشوطه فيه او تيشات تحسب بهدفين، الكره العرضيه وهدف بالراس بيحسب بهدفين، ان انت تكسب خارج ارضك بتحسب بثلاث نقاط بفوز، يعني بتاخد نقطه زياده، ان انت تلعب ان لا يوجد مباراه تنتهي بالتعادل ولكن مباراه يجب ان تنتهي سواء اذا انتهت المباراه في وقتها الاصل بالتعادل تلعب ركلات ترجيح، وده كله في مصلحه انه اللاعبين الشباب والناشئين بيشوطوا الكوره، عندنا حد بيشوط كويس، عندنا حد بيلعب دماغه كويس. انا شايف الاستاذ محمود بيتكلم على حصلت قبل كده ولكن في لعبه اخرى. طبعا. لا حصلت طبعا. عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. بص يا كابتن، الافكار حلوه. اوكي. وممكن تتطور بصوره اكتر لو احنا عاوزين نخرج من دايره انها تاثر على نتائج المباريات، ممكن نعمل لها حوافز ماديه. يعني اللعيب المميز اللي هيستطيع مثلا يجيب 10 اهداف 15 هدف من تسديد او من ضربات راسيه ممكن يبقى له جوائز ماليه، يعني تحفز اللعيبه كمان تدي ضعف، لانه اتحاد كره اليد في السابق ايام الكابتن اتحاد كره اليد اتحاد كره اليد الدكتور حسن مصطفى وقتها اتعملت حاجه انه المنتخب كان عنده نقص في تنفيذ بعض الحاجات خاصه اللاعب الاعصر. تمام. يعني كان في مشكله اضطرت اتاخد بها قرار بتطبيق الكلام ده في مسابقات الناشئين والشباب، بانه بيحرز هدف بايده الشمال بيبقى عنده من على الدايره ومن بره الدايره بتاعك بيبقى الهدف بهدفين، اللي مش عارف يعمل اعتقد ضربه من 9 امتار يبقى كذا. يعني عاوز اقول لك ايه، تم تطبيق هذا الامر. تم تطبيق هذا الامر. انت لازم برضو ده التفكير كويس، لانك انت لما تيجي تبص بامانه شديده عشان نكون واقعيين، وبعدين احنا شفنا المباراه النهائيه امبارح مع منتخبنا منتخب الاولمبي اللي احنا بنهنيه على التاهل لاولمبياد باريس، وعمل بطوله يعني رائعة. اكثر من رائعه، وبحيي الجهاز الفني وبامانه شديده امبارح كانت مباراه بعيدا عن وقعه الطرد والمباراه، لكن كان في روح وكان في اصرار وكان في رغبه، وبامانه شديده كنا نستحق ان احنا يعني نفوز بهذه نفوز بي. لكن هي دي الكوره، ونحترم برضو المنافس وبنقول له مبروك، واهم حاجه انه في يعني منتخبين عربيين في من افريقيا وصلوا لباريس ومعهم منتخب مالي. لكن انت عاوز اقول لك ايه، لما تيجي تقيم الموقف هتبص على فارق الامكانيات الفنيه، القدرات الفنيه للاعب بيخليك تستفيد منه بصوره او باكتر. يعني انت بقينا فرحانين لما لقينا لاعب زي محمود صابر عنده مستر للتسديد،
هدفه الثاني والثالث، لما عندك محمد شحاته كذا، لما عندك حمزه علاء في حراس المرمى اداك الاطمئنان، عندك مثلا كوكا، عندك ابراهيم عادل، عندك ابراهيم عادل بامانه شديده يستحق الاحتراف بامانه. لازم يبقى في تفكير في جزء انك انت تساعد الناس دي. فانا عايز اقول ايه، انه التفكير في الجزئيات والتفاصيل دي مع البراعم والكلام ده وتاخد اهتمام يا كابتن. بس حضرتك خدت، قلت فكره حلوه رائعه، انا ممكن اقول لا الزم اللاعبين بحسم النتائج، لكن اقول لك ايه، اللاعب اللي هيجيب 6 10 12 15 هدف بدماغه هديله 100,000 جنيه اخر السنه، على اخر السنه هديله جايزه 100,000 جنيه مثلا يعني. ماشي، وفي هنا لجنه، في هنا لجنه فنيه، وكل مباراه يبقى لها متابعه، وتبقى الناس دي يبقى لها ايه، بتتسجل بتعامل ازاي، مين المميز. لانه هو هتخسر ايه صحيح؟ ما انا بقول لحضرتك على حاجه، 400,000 جنيه. ارجع كده 10 سنين ورا شويه، لما احنا خدنا افريقيا في 2000 منتخبات الشباب مع كابتن حسن شحاته 2004، ومن قبله مع رحمه الله عليه الدكتور محمد علي وكابتن شوقي غريب، هتلاقي ايه، دوري القطاعات. صحيح، كانت القاعده ايه، اكبر، كبيره اكبر، مش اللي انت شايفه دلوقتي. انت بتشوف دلوقتي، وانا عاوزك بامانه شديده اتفضل تخصص حلقه واثنين وثلاثه للاختبارات، اختبارات ناشئين لازم يبقى في كلام عنها، للي بيحصل في حاجه اسمها يا كابتن انك تدفع فلوس عشان تبقى لعيب كوره بامانه شديده. ما ينفعش، وانت اكيد عارف الكلام ده، وعندك اللي واصل لك والمعلومه، وعندك كتير وبتجي لك. يعني عاوز اقول لك ايه، لعيب الكوره ده يدفع له، مش عشان يدفع يروح يلعب. المساله ما بقتش بالصوره يا جماعه، انت لازم تدي فرصه، ولازم طبيعه الاختبارات تتغير. يعني عاوز اقول لك ايه، ما ينفعش اختبار في 10 دقائق تحكم فيه ده لعيبه وده مش لعيب. يعني لازم تجيب تشوف تجربه الناس اللي حواليك بتعمل ايه. لا بس يعني هنا ممكن يقول لك ايه الفرق مثلا ما بين واحد زي كابتن بدر رجب مثلا وعينيه، يشوف في 5 دقائق ماشي. هو شاف اللعيبه، الجيل اللي كان متواجد ده كله، واحد زي خالد بيبو لما يشوف اللعيبه من بعيد كده يقول لك تعالى هاتوا جاب الاقبال. يا كابتن احمد ناجي نفس الكلام، كابتن اسلام الاقبال والزحمه رهيبه جدا. انت لو شفت اختبارات الاهلي، الناس رايحه من 6 و7 الصبح، واختبارات الساعه 12 الظهر، من الاعداد الكبيره جدا. وعاوزه، عارف انت ايه، عاوزه تغير السيستم، ما تخليها الصيف بس، عاوزه تخليها مراحل على مدار السنه. يعني ايه، اطلع من دايره انها تبقى صيف بس، خليها كمان في نص السنه عشان تخفف عنك الضغط، وتدي فرصه انك انت تشوف ناس ممكن دي تخليها افكار ممكن يتم تطويرها. يعني عاوز اقول لك ايه، يوم الافكار العالمي. ما انا بقول لك، فانا عاوز اقول لك ايه، دي افكار انا اتمنى لو انت نفذت واحده ولا اثنين وطبقتها على المسابقات. هي فكره الفلوس، طبعا فكره رائعه على فكره، هي دي الافضل، هي دي الافضل والاوقع والافضل، وهتدي حماس. طيب، ودعم كبير جدا. راي حضرتك ايه يا استاذ جمال؟ هو طبعا مبدئيا الفلوس دي يعني مكافاه ماليه، يعني مكافاه ماليه مبدئيا. ان انت تفكر في حوافز ودوافع تخلي الانديه تهتم في قطاعات الناشئين بمهارات، بالتركيز على مهارات معينه، طبعا ده مهم جدا. ده حتى من غير ما تخصص دوافع، المفروض يبقى ده الشغل في قطاعات الناشئين. ما بيحصلش. لكن هو ده اللي المفروض يتم. يعني النهارده ما ينفعش على المستوى فريق الدرجه الاولى ان انا ما يبقاش عندي لعيب هداف من خارج منطقه الجزاء. هو بيقول لك كابتن فتحي في وجهه نظر، كابتن فتحي نصير وجهه نظره ايه؟ نقول لك طيب قول لي كده 5 لعيبه بيشوطوا. لا ما هو مفيش فعلا. لا هو كمان قول لي 5 لعيبه بيلعبوا بدماغهم كمان يا كابتن، بعيدا عن مصطفى محمد. كمان يا كابتن اسلام، مش عايزين يعني نحكم على هذه الافكار بانها مرفوضه. ليه؟ ما لا يؤخذ كله. يعني مش لازم الكابتن فتحي بيقول افكار، هي على فكره لم يتم رفضها او لم يتم اقرارها. لا، وخلي بالك برضو لازم نفتكر حاجه مهمه قوي، الكلام طالع من حد اشتغل كتير جدا في هذه المجالات وفي مجال الكشف عن المواهب. انا فاكر تجربه قديمه شويه لكابتن فتحي نصير مع كارل هاينز يدر جوت، مدرب الماني، ده كان مسؤول عن المنتخبات في اتحاد الكوره. وحتى كابتن فتحي سافر بعد كده، من حصل بينه وبين يدر جوت نوع من انواع التوأمه او التفاهم، ف راح معاه سلطنة عمان وقعدوا سنين عملوا شغل كبير جدا جدا. فهي الفكرة ايه، انه هل اتحاد الكورة بيرحب بالافكار الجديدة ويدرسها بشكل كويس ويطبق ما يصلح ويؤجل ما لا يصلح؟ يعني اللي مش هينفع يطبقه دلوقتي اجله. اما بالنسبة لموضوع الناشئين، فلازم نفرق بين حاجتين. فضل. بين الاكاديميات
اللي هي اللاعب بيدفع فلوس عشان يلعب او عشان يتعلم الكوره او يمارس كره القدم، وبين قطاعات الناشئين اللي هي مختلف تمام. المسابقات اللي هي البطولات صحيح. واعتقد الفرق ده موجود فعلا يا كابتن اسلام، يعني كل انديه مصر وفي مقدمتها النادي الاهلي عنده قطاع اللي هو الاكاديميات وقطاع الناشئين. عايز في حاجه يا ريس، في بعض الانديه اللي انت حضرتك موجوده ادخلت نظام القطاع الاستثماري في مسابقات تانية. بعد الانديه على فكره انديه كبيره جدا معروفه بالاسم، بس ممكن بدات دلوقتي بدات تغير بعد ما شعرت انه الناتج ايه الناتج صفر. مكسب لا مكسب يعني مادي ضعيف حتى لو هو ده يعني شيء موجود. لا انت كان مميزاتك انك بتخرج لاعب واثنين وثلاثه واربعه عندك طموح رحت بره لما تيجي تخسرها وتقول ان انا هجيب مثلا فرقه 30 واخد 15 ويجيب 15 هيدفعوا فلوس كامر غريب وامر بعدها هيكسبوك كام يعني 15 كام يعني هو ده موجود وده موجود يعني اللي نقدر نقوله. في ناس بتبقى او في انديه يا استاذ محمود بتبقى عايزه يعني هقول لك زي الفنانين اللي هو مش موهوب قوي وبيعرف ينتج ويعرف يعمل ويقدر ده موضوع كبير لكن ده موضوع تاني يعني لكن حضرتك بتتكلم هنا او حضراتكم بتتكلموا في ان ما لا يترك ما لا يؤخذ كله لا يترك, كله أوكي. دي كقاعدة عامة أوكي. في كل حاجة احنا بنتكلم فيها ان الافكار يعني يشكر جدا كابتن فتحي نصير ان هو تقدم فعلا بافكار انا بقول ان هي اكيد عصاره حضرتك يا استاذ محمود بتقول يعني. ان هي في معارضه من داخل الاتحاد في انا سمعت في تصريحات من مصدر في الاتحاد انهم بيدرسوا الكلام ده وممكن ما يتطبقش وممكن ما تبقاش الامور بالصوره دي وانا بقول يعني ماشي الأول حضرتك لا الاول خد التجربه وهات اللي قدم الاقتراح كابتن فتحي نصير وهتقعد معاه وده ما قالش الكلام ده هو من فراغ بدليل ان هو كان مدير فني لاتحاد الكوره واكيد عنده نظره والاتحاد الافريقي وكان عنده نظره ويستحق انها تبقى تنال الاهتمام لانه بامانه شديده انت عندك حاجات كتيره جدا يعني هقول لحضرتك حاجه ما اكيد قعدوا معاه على فكره ما انا بقول لحضرتك يعني تعالى مثلا هنضرب مثلا تعالى اديني كام هدف جم من ضربات الثابته يعني من ضربات الركنيه يعني قول لي مثلا فريق متميز بيعرف ياخدها الا ايه في لقطات بتبقى ايه استثنائيه وتركيز في الماتشات يعني مثلا ايه يعني عاوز اقول لك ايه استثناءات تحسها كده مثلا معلول. إيه؟ مثلا مع معلول ومحمد عبد المنعم اتعملت ايه في المباريات اللي ايه لا انا بتكلم على كره السله لا 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 انا لا انا بكلمك على الركنيات يعني دي بص تحس ان فيها شغل اتحاد من السيل ما انا بكلمك فالمساله دي محتاجه برضو ايه تبص اداء المنتخب حتى يعني اللي هو التوب في الكوره فين الكرات الثابته اللي هي الضربات الركنيه فين الكرات الثابته اللي حوالين المرمى من الخارج نقطه التسديد ضربات الراس يعني برضو في حلول كتيره جدا محتاجه مع الاجيال اللي جايه تبقى من الحاجات اللي هي المفروض لو يعني تم رفض انا لقيت لا انا وجدت تصريح من مسؤول في اتحاد الكوره بيقول لك الكلام ده مش هنطبقه وصعب ومش عارف ايه والكلام ده يا جماعه طب الاول على يعني فكره لا الفكره اللي انت قلتها دي فكره كويسه جدا رائعه يعني ما ياخدوا اللي يقدروا يطبقوه من كلام انت جايب راعي هيدفع اهو يا كابتن اسلام وجايب راعي هيدفع انت جايب راعي لا اصل هي هتكلفك كام يعني؟ طب ايه يعني لما تقول كام يعني؟ هتكلفك 2 مليون جنيه هي هي يعني مشكله ولا مليون وبعدين على فكره هي بتطبق على مراحل بمعنى ايه؟ انت هتبتديها من اول المراحل السنيه ايوه لا الصغيره الصغيره ايوه اللي هي اصلا زي ما كنا بنتكلم المفروض ان انت بتعلم الولاد كده صحيح يعني انت في مجال الولاد الصغيرين البراعم انت المفروض انك بتعلمه طبعا. مدرسة وبتعلمه فيها ازاي يلعب كرة قدم بالزبط. حقيقية وبشكل فعال عموما اتمنى من الاتحاد كرة القدم ان هم يدرسوا هذا الامر ما لا يؤخذ بالزبط. كله لا يترك كله الحقيقة ودي كلمة هامة جدا جدا في هذه الامور تحديدا وهنتابع هذا الامر خلال الفترة الجاية ونشوف ايه اللي هيحصل فيه ايه اللي حصل في مؤتمر رابطة الاندية النهاردة اللي حصل انه كشفوا عن اسم راعي جديد اسم الراعي وايضا الكره الكره اللي هتتلعب بيها مسابقه الدوري يعني أوكي. الموسم القادم وما اعتقدش يعني هي دي الحاجات البارزه هل تم الدرع الاعلان الدرع الجديد والشكل الجديد شكل الدرع الجديد هل تم الاعلان عن بدء الدوري امتى لا لم يعلن واكيد طبعا ده هيبقى متروك للكابتن عامر باعتبار ان هو المسؤول عن وضع الجدول واجراء القرعه والكلام ده بس الحقيقه انا كنت بفضل ان الاحتفاليه دي كل ده يبقى مره واحده يتم فيها كل ده صحيح او تؤجل
احتفالية اليوم إلى أن تحط إيديك على الملامح الأساسية وتعمل القرعة بالمرة، بحيث ده يبقى يوم معروف للجميع أنه تم فيه صحيح الإعلان عن تفاصيل المسابقة. يعني أو يمكن يكون عايز يعلن على مرتين، مرة الراعي والكرة وشكل الدوري الجديد، ومرة تانية القرعة. احنا بنقول ليه يعني هو كل الناس كانت متوقعة أنه ده يتم النهارده حتى في ناس كله انعنى عن نفسه على ما اعتقدش انه في النهارده يتم اعلان انطلاق الموسم الجديد وشكل المسابقه يعني عامل ازاي. واتفاجئت انا ما رحتش كان محتاجه ترتيبات شويه عشان المشوار يعني في العاصمه الاداريه وكده. بس فبقول لك ان هو يعني كنت افضل، الناس كلها كانت متوقعه، حتى في ناس قالت ليه بدري كده، الدوري شغال لسه يعني انت مركز في حاجه معينه دلوقتي. اوكي طيب استاذ محمود، ايه رايك برضه في القرعه النهارده، او مش في القرعه انا اسف، في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ انا كنت اتوقع حاجه في نفس الاتحاد، في نفس الوقت اللي اتحاد الكوره بيعمل فيه دوري السوبر من مجموعه واحده، كان نفس اتحاد الكوره يديني خطه قصيره المدى. دوري السوبر، دوري السوبر اللي هو دوري الدرجه الثانيه يعني، اللي هو دوري الدرجه الثانيه، هو اسمه دوري السوبر، هيسموه دوري السوبر، والثاني هيسمى دوري النيل. دوري النيل ماشي. دوري النيل، انا كنت اتمنى ان اتحاد الكوره يكون من خلال هذا الحفل يعني يقول والله يا جماعه ده احنا عندنا كمان خطه مع بدايه دوري السوبر ان احنا نقلل عدد الانديه في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز عندنا بعد سنتين، بعد سنه مش هيبقوا 18 هيبقوا 16، عشان حجم المسابقات الكبيره جدا والضغط والمواسم اللي طالعه هنخفف. يعني يبقى عاوز اقول لك ايه، كان يبقى في تفكير اول، لو انت خلاص يا جماعه انت طب انت عملت المؤتمر ماشي عشان تقدم الراعي الجديد وتقول ان انا هعمل شكل وهجيب شركه هتعمل لي تطوير في شكل النقل التلفزيوني ومش عارف ايه وهطور الكاميرات ماشي، كل ده الكلام جميل. في نفس التوقيت ده انت برضه بتحط المفروض ملامح شكل الموسم الجديد هيبقى عامل ازاي بالنسبه لك، خطوط عريضه هيبقى عامل ازاي، الدوري هيبتدي امتى، من غير حتى ايه يعني مثلا الدوري يا جماعه الجديد هيبتدي يوم كذا وهينتهي يوم كذا، عندنا مسابقه عندنا بطوله الكاس وعندنا كذا، وعندنا كاس افريقيا في اول يناير 2024، وعندنا كاس عالم مش عارف ايه، وعندنا تصفيات كاس عالم والقرعه بتاعتها يوم 12 بعد بكره ماشي، يوم 12 يوم 13/7 يوم الخميس قرعه كاس العالم، تصفيات افريقيا كاس عالم 2026. فعندنا يعني عاوز اقول لك ايه، لا في معجنه محتاجه توضيح رؤيه، لانه موسم هيبقى موسم طويل، هيبقى فيه ضغط رهيب جدا، هتبقى انت بتدور برضو على جزئيه الانتظام المسابقه، كل الحاجات دي كانت محتاجه انك انت تحط فيها يعني ايه رسائل بوستات واضحه وتقول ان احنا هنعلن الجدول الدوري والموسم الجديد يا جماعه احنا جاهزين هنعلن يوم كذا كذا كذا، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل فيها. هو ده المفروض كان يبقى كده الوضع كابتن اسلام، يعني ده اللي احنا كنا متخيلينه، لكن الحقيقه تمام برضو الراعي يعني لسه الوقت لا لا الوقت موجود يعني ما فيش مشكله، لسه طبعا احنا كنا بنقول بنتمنى اشياء ده مش معناه وحش على فكره، لا لا خالص وليس عيب انه الاتحاد والرابطه يعملوا هذا المؤتمر عشان الراعي، لان برضو الراعي حقه طبعا مهم جدا 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 ان هو يعلن ان هو الراعي للدوري دوري النيل، صحيح هيبقى باسمه كده يعني. عموما هنكمل كلامنا، ولكن خلونا نطلع نشوف ماذا قال الحاج محمد مصرحي في هذا الامر ونرجع نكمل. حابب ان انا الاول ان انا اشكر يعني النائب احمد دياب على دعوته الكريمه ان احنا نحضر احتفال ومؤتمر زي ده. انا شايف ان النائب احمد دياب او رابطه الانديه المحترفين عاملين شغل اكثر من رائع خلال المرحله اللي فاتت، وشايفين في تغيير احنا في الدوري المصري نفسه، فانا بتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. انا بقول ان التنظيم رائع جدا جدا، المكان زي ما حضرتك قلت في ذكاء ان هم يختاروا هذا المكان. انا بصراحه كنت اول مره اجي النهارده العاصمه الاداريه، انبهرت بالموجود انبهار غير عادي، شايف شكل بصراحه اللي انا بسال نفسي فيه هو ده اتعمل امتى، اللي انا موجود فيه ده اتعمل امتى، ولكن انا لا حاجه محترمه جدا جدا. وانا شايف ان هما يعني لما يتقال على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عاصمه اداريه جديده، انا بقول له بصراحه بحييه يعني على اللي اتعمل، حاجه اكثر من رائعه، شكل محترم جدا جدا. اتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول ان احنا نشوف حاجه كويسه المرحله الجايه، لا انا شايف بدايه البدايات ان شاء الله النهارده بهذا الاعلان اللي موجود، وان ما فيش دوري في العالم بدون مسمى، النهارده لما يكون في دوري بمسمى جديد في الموسم القادم ان شاء الله دي بدايه نجاح وبدايه البدايات ان شاء الله في المرحله الجايه.
حضرتك لو متابع جيد طبعا الاحداث، انت شايف خلال الشهر اللي فات احنا كان في اجتماعات يعني مره واثنين وثلاثه مع رؤساء الانديه الشعبيه المصري والاسماعيلي واسوان والمحله ونادي الاتحاد السكندري، وحضرنا جلسه واثنين، وكان في بعض الجلسات او الثلاث جلسات احنا عملناهم كان معانا النائب احمد دياب فيها بيشوف بالنسبه لنا ايه الطلبات اللي احنا عاوزينها. زي ما حضرتك بتقول انديه شعبيه، انديه شعبيه يعني خمس انديه اللي انا قلتهم دولت، ويحصل على قمتهم كمان النادي الاهلي ونادي الزمالك والخمس انديه، فانت بتتكلم على سبع انديه خلاص من 18 نادي، يعني في 11 نادي مؤسسات وشركات. فحضرتك النهارده احنا مستنيين بكره يوم الاثنين بكره، ان في بكره في اربع ماتشات بتحدد فيها الدوري المصري من الهبوط. فهل تتخيل حضرتك دلوقتي زي النادي الاسماعيلي ونادي اسوان ونادي المحله من الانديه الشعبيه اللي ممكن انها واحد منهم او اثنين ينزلوا درجه ثانيه، فانت بعد كده هتقلل كمان وهيزيد الانديه الشعبيه. فحضرتك احنا بالنسبه لنا احنا محتاجين زي ان احنا نعظم مداخيل الانديه زي نادي الاتحاد والانديه الاخرى. جلساتنا كلها ايجابيه، قعدتنا مع الوزير كان فيها قعدات محترمه جدا، وزي انشاء لشركات الكوره في المرحله اللي جايه. فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله في المرحله اللي جايه ان احنا نشوف حاجات افضل للانديه الشعبيه. اتمنى بصراحه يعني ده حلم بالنسبه لنا. وانا حضرتك بتقول انت يعني بتتكلم دلوقتي على الراعي لفرقه كوره او دوري كوره، انا عندنا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الاخرى عندنا 18 لعبه، انت عندك الباسكت وعندك الكوره وعندك الهاندبول وعندك الطايره وعندك امور كثيره جدا جدا. فاتمنى ان شاء الله ان احنا لا الموضوع عندنا صعب، يعني انا بحكي على فكره الكامل ابو علي رئيس نادي المصري او نادي الاسماعيلي بقول لهم انت عندكم لعبه واحده كوره وعندكم مشاكل كتيره جدا، فما بالك احنا ان احنا الحمل اللي احنا واخدينه والناس مطالبه مننا عندها طموح عالي جدا ان يشوف نادي الاتحاد تملي في مرحله محترمه. ولكن في الاخر انا اتمنى ان شاء الله هننجح في المرحله الجايه، وجميع نادي الاتحاد السكندري اتمنى، انا بقول ان جميع نادي الاتحاد السكندري في حته تانية خالص، وانا بشكرهم على دعمهم المستمر لمجلس الاداره ونادي الاتحاد. فانا من خلال حضرتك انا حابب ان اشكر جميع نادي الاتحاد السكندري على وقفتها المستمره مع نادي الاتحاد ودعمها المستمر لنادي الاتحاد. الحقيقه كلام مهم جدا قاله الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري فيما يخص الانديه الشعبيه، وهو بالفعل كلام في الصميم، يعني مهم جدا جدا ان الانديه الشعبيه دايما يكون لها دور ودور كبير جدا. طبعا طبعا، والانديه الشعبيه احنا قلنا ان هي عصب المسابقه. صحيح. عصب المسابقه والرياضه بشكل عام ان يبقى في انديه شعبيه بجماهيرها. ومع هذا الامر كمان يجب على المسؤولين عن هذه الانديه ان هم يعني يوعوا جماهيرهم اكتر بان وجود الجماهير ده نقطة مهمة جدا. حقيقي. يجب الحفاظ عليها، دي أحد المكتسبات اللي تمت في الأشهر الأخيرة محتاجينها تزيد أكتر. طبعا كلام الحاج محمد مصلحي باعتبار أنه هو رئيس نادي من الأندية الجماهيرية وفي مدينة المدينة الثانية في مصر، يعني من حيث عدد السكان والقيمة وكل شيء، الشعبية الثالثة يعني. الشعبية الثالثة في مصر بعد بالظبط، يعني تقدر تقول انه فعلا الشعبية الثالثة بعد الاهلي ثم الزمالك ثم بعد كده عندك الاسماعيلية فيها برضو نادي شعبي مهم جدا. وانا برضو بمناسبة الاندية الشعبية وطالما جه ذكر النادي الاسماعيلي، نفسي لعيبة الاسماعيلي والمسؤولين في النادي الاسماعيلي يركزوا اكتر، ما ينسقوش وراء محاولات الايقاع بينهم وبين النادي الاهلي. النادي الاهلي لم يكن طرفا، النادي الاهلي لو بيتجامل كان اتجامل يوم فيوتشر مثلا قبلها بثلاث ايام. لا انا عايز بس الفكر العام يبقى ايه يا كابتن؟ الفكر العام يبقى بيصب في، يعني انا عجبني جدا تصريحات الدكتور عبد المنعم عماره قبل المباراه كان بيطالب بيشكر النادي الاهلي اولا وجماهيره، وبيشكر وبيطالب المسؤولين في النادي الاسماعيلي ان هم وجماهير الاسماعيليه ان هم يعيدوا الوئام مره اخرى، لانه لا داعي ابدا
لهذا الاحتقار. بل حضرتك الحمد لله والشكر لله ان الاهلي دائما لا ينظر لمثل هذه لا احنا بنطالب الاخرين يعني لكن انا بتكلم انه في النهايه تظل دائما العلاقات ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي علاقات تاريخيه وعلاقات كبيره طبعًا جدا جدا طبعًا مهما حدث ومهما كان هناك البعض بيحاول. يعني انا من رايي مثلا يعني ان لو النادي الاسماعيلي لعب كده من اول السنه الامور كانت هتبقى مختلفه تماما من وجهه نظري يعني يا رب بس ما حدش ياخدها في اتجاه اخر. لا لكن انا بتكلم بجد والله. انا لما كنت بلعب قبل كده بلاش النادي الاسماعيلي لما انا كنت بلعب في انديه اخرى كنت بموت نفسي امام النادي الاهلي ده طبيعي جدا صح. لكن في مثل هذه الظروف اللي موجود فيها الانديه اللي بتنزل كلها بتبقى الامور صعبه جدا طبعًا. العب قدام الاهلي والعب قدام الزمالك والعب قدام الـ كل الانديه اللي موجوده بهذا الشكل يعني بالزبط. كانت الامور هتبقى يعني كانت هتبقى افضل من مختلفه وشكلها افضل بالزبط. واحسن وكل حاجه. والحقيقه يظل دائما النادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد وبقيه الانديه الجماهيريه والمصري طبعا والمصري طبعا واسوان وكل الانديه الكبيره يعني الانديه الشعبيه لها جماهيريه كبيره جدا كل واحد في محافظته يعني بالظبط. طيب استاذ محمود المنتخب الاولمبي وفوزه الحقيقه او وصوله الى الاولمبياد ثم الاداء بهذا الشكل الذي لم يكن متوقعا الحقيقه بشكل كبير. لا على فكره كل الناس يمكن اول مره اشوف ناس كلها بتتكلم على الجهاز الفني على ميكيالي انه قدر يطور لعيبه وقف على رجليها رغم انه يعني اللعيبه مش معروفين بالنسبه حتى للمستوى مسابقه الدوري باستثناء يمكن واحد او اثنين اللي هم يعني معروفين يعني مثلا ابراهيم عادل هو اعتبر الابرز في الجيل ابراهيم عادل حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد في نادي الزمالك اسامه فيصل اسامه فيصل في البنك الاهلي عندك كوكا في النادي الاهلي كوكا في النادي الاهلي يعني برضو حمزه علاء ترتيبه في الحراس رقم 4 في النادي الاهلي لكن يعني بسم الله ما شاء الله. فانا عاوز اقول لك ايه يعني المساله يكون الجهاز الفني قدر يعمل الشغل ده ووقف اللعيبه على رجليها ويبقى في تطور ومستوى تصاعد من مباراه لاخرى من تعادل مع النيجر ثم الفوز على مالي في مفاجاه بامانه شديده صحيح. مفاجاه كبيره جدا لانه اغلب المنتخبات دي عندها عناصرها محترفه في الدوريات على فكره في اغلبها محترف في الدوري الفرنسي في الدوري الهولندي في الدوري البلجيكي ما عندكش حد يعني كلها خامه محليه لسه بتبحث عن طريق كمان فكونك انت توصل وتتفوق كمان على مالي وبعد كده تروح تلعب مع الجابون فتطلع بعد كده كمان في الدور قبل النهائي تقدم غينيا. مباراه مميزه وتصل للمباراه النهائيه والناس كلها كانت قاعده على اعصابها في مباراه غينيا ازاي هنعمل غينيا وغينيا كانت عملت مع منتخب المغرب مباراه اكثر من رائعه على فكره منتخب يعني يمتلك عناصر مميزه برضو جزء منها محترف فكده انت عاوز اقول لك ايه الجهاز الفني حلف التوفيق وقدم نفسه بصورة جيدة ده يؤكد على انه كل الناس قالت الاختيار كان موفق منذ البداية صحيح. بدليل ان هو بعد ما كسب قال لك ايه انا محتاج العب مع البرازيل محتاج العب مع فرنسا محتاج العب مع انجلترا محتاج العب مع الارجنتين يعني ايه قدم قائمة طلبات عشان ينتقل الى اتمنى ان يتم تنفيذ اتمنى ان يتم تنفيذ هذه خلي بالك ده الوقت ده ما عادش عندك يعني وقت رفاهيه ما عادش عندك رفاهيه انك انت انا بقول لك هل العناصر دي انت هتفرغها من الدوري والعناصر انها تستمر محتاج انك انت بفتره العناصر دي انا مش فاكر مين اللي قال لي حضرتك تقريبا او مين قال لي ان لازم نجبر ان هتجبر ازاي المدرب مش هتجبر لا مش هتجبرش حد بس عاوز اقول لك ايه لازم تحقق هو لاعب اللعيبه يعني حمزه علاء هتجبر الكولر ازاي ان هو يلعب حمزه علاء لا مش هتقدر تجبر حد ما انت عندك اللي بيلعب حارس مرمى منتخب مصر الاول اللي بعده علي لطفي اللي بعده عارف احنا دخلنا فين يا كابتن اسلام دخلنا كل واحد بيدافع عن مين مين الثلاثه اللي هياخدهم من كل واحد بدا يرشح الثلاثه اللي بيحبهم ماشي لا هياخد مش عارف مين عاوز افكر الناس يا جماعه محمد صلاح لعب في اولمبياد 2012 ما كانش لسه وصل للنجوميه في لندن ما كانش لسه وصل للنجوميه لما جه السنه اللي فاتت في 2021 في طوكيو لازم احنا يعني ايه حضور احنا كنا عندنا في الاهرام انفردنا بالخطاب بتاع ليفربول اللي قال لك ان احنا اتفقنا مع الاتحاد المصري احنا هنسيبه لكم في كاس الامم بس ايه بلاش مين اولمبياد طوكيو وخدوا بقى بديل وشوفوا بقى يعني سيبونا هنا عشان احنا الوقت والمنافسه واللي حصل هل انت هتقدر مثلا
في الفترة اللي جاية هتتواصل. المفروض ايه التواصل يبدأ من الآن صحيح. والاتصال والاتفاق ومع ليفربول والإدارة هل ممكن هتدونا في الفترة دي ولا يقولك عندك كاس أمم خده في كاس أمم وصيبه في الأولمبياد. انت عندك الأولمبياد تبقى في الصيف في باريس وعندك كاس أمم في يناير فمش هيديك هنا وهيسيب هنا على فكرة برضو عشان تبقى انت ايه عامل في طبعا حقه عامل في الحسابات. فأنا عاوز أقولك ايه المنتخب مع قله يعني الامكانيات مش ما فيهوش العناصر اللي هي لكن ايه خامات جيده فيها شغل فني واتعمل محتاجه بامانه شديده اكساب الخبرات من خلال كسر الحاجز النفسي لانك انت لما هتروح تلعب في اولمبياد باريس هتواجه بقى ايه يعني منتخبات مختلفه وكره مختلفه سرعه والقوه والكلام ده. ده هيجي امتى؟ هيجي على الاقل من 3 4 5 ماتشات مميزين تلعبهم في فتره الاعداد والتجهيز في المرحله الجايه. وايضا البحث عن عناصر ثانيه لو ظهرت خلال الفتره وانت ماشي بتدور ممكن يظهر لك واحد ممكن يظهر لك اثنين ممكن تشوف ايه عناصر الخبره اللي انت تاخدها. لكن كونك انك انت تصل للمره ال 11 للاولمبياد في كره القدم 13 ده رقم مهم جدا. دي خطوه مهمه جدا في وقت كانت يعني الدنيا نورت بعد فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا في يعني مركب محمد الخامس رد لك الروح ورفع المعنويات واداك الدافع. شفت اللقطه ممكن شفت اللقطه مين اللي خد اللقطه امبارح؟ خد اللقطه في بعد الماتش بتاع منتخب مصر ومنتخب المغرب فوزي لقجع طبعا اول لقطه انت خدتوا بالكم اول لقطه في التلفزيون بتاع في الكاميرا بعد المباراه مباشره هو ده اول حاجه هو النجم بعد لا 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 هو النجم يا رئيس لا هو النجم لا بيشتغل وبص بيشتغل وبيشتغل لبلده وهو بس خد اللقطه انا بقول لك طبعا لازم بيشتغل اللقطه لا بيشتغل وراجل امانه شديده يعني حط الكره المغربيه ومعاه خدت المكان والوضع اللي احنا شايفينه أيوه. استضاف النهائيات عنده في بلده مصر وصلت للنهائي كل حاجه تدعو للمغرب طبعا يكسب. كل واحد بيشتغل ما دام في الاطار وفي القانون وفي الاصرار وفي العمل خلاص. الكره المغربيه كره بتتطور بامانه شديده وصلت رابع العالم ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا يعني استاذ جمال ماتش اهلي وزمالك هل من الممكن ان يفقد قيمته؟ ابدا ماتش الاهلي والزمالك هو من ناحيه البطوله يعني من ناحيه بطوله الدوري العام ان شاء الله ان شاء الله خلاص الف مبروك باذن الله للنادي الاهلي دي موضوع منتهي. لكن يبقى ان هذه المباراه دائما هي مباراه تهم الجماهير على الجانبين وخصوصا لجماهير النادي الاهلي يعني ايا كان انت واخد دي الدوري بإذن الله هيبقى اللقب الخامس هذا الموسم لكولر واللاعبين ومع ذلك انت ما زال عندك الطموح قائم ان مباراة القمة تنتهي ايضا كما تعودت جماهير الاهلي وبالتالي هتفضل المباراة هي مباراة هامة جدا للجماهير ومباراة هامة في تاريخ الكرة في سباق كده او في احصائيات لعيبه النادي الاهلي بتهتم انها تزودها طبعا ان هو كسب كم مره مين احرز اهداف دي مساله ملهاش علاقه بوضعيه الفريقين خلاص الوضع تقريبا مستقر من ناحيه البطل والزمالك مستقر في المركز الثالث حاليا ومع ذلك المباراه مهمة جدا. أنا بس هرجع حتة صغيرة قوي للمنتخب الأولمبي أن هذا المنتخب رغم ما عاناه خلال الفترة اللي فاتت من عدم اهتمام قدر يكسب التحدي في بأدائه وولاد المنتخب ده اللعيبة دول والمدير الفني ولابد أن نشكر كابتن محمد بركات الذي تولى وفكر في التعاقد مع هذا المدرب اللي نجح جدا مع المنتخب ده ان هو يعني بجد يقدم لنا خاصة في المباراة النهائية لوحة من كيف يكون أبطال مصر صحيح بجد اللعيبة لعبت رغم طرد اللي عليه كلام كتير بتاع محمود صابر
في وقت مبكر في الدقيقة 16 تقريبا 17 واستمرار الأمر على هذا الوضع حتى الوقت الإضافي لا شيء صعب جدا. صحيح. ومع ذلك حتى باعتراف الجميع وبما فيهم المعلق على المباراة الشوالي أن فريق مصر كان يبدو منتخب مصر على أرضية الملعب أفضل بكتير. هو الأفضل بكتير. حقيقي. فطبعا بنشكرهم جدا وبنبارك لهم ونتمنى لهم الأفضل بإذن الله. أستاذ محمود، الفارق ما بين زمالك فريرة في الشوط أو في الدور الأول وزمالك أوسوريو منذ لحظة وصوله؟ لا، ما في فرق كبير جدا. لا، فيريرا عامل مع الزمالك بطولة دوري وكاس اتغلب ثلاثة في الآخر يعني اتغلب ماتش ثلاثة كل مباراة وليها حساباتها. كابتن مباراة القمة المقبلة 126، المباراة دي بطولة خاصة ما بين يعني ناديين أكثر شعبية، يعني مباراة مهمة، مباراة جماهيرية، شعبيتها جماهيرية بالدرجة الأولى، والكل مترقب مواجهة ما بين كولر وبين أوساريو. مباراة ياما تشهد مولد مدرب جديد، واكيد اوساريو عاوز يبين ويحط نفسه في الوضع ان انا مدرب الزمالك مدرب الزمالك. وكولر اللي عنده التفوق اللي استطاع ان هو يقدم مباراه كبيره ويفوز 3-0 في مباراه الدور الاول، واكيد هيبقى عنده حرص انه عارف انه المنافس عاوز يحاول يفسد عليه افراحه في الاستراد درع الدوري بعد موسمين، فاكيد هتبقى مباراه فيها مختلفة. احنا نتمنى ان نشوف مباراة كرة قدم اللعيبة يكونوا مركزين في الملعب، الفرقتين يقدموا طابلو فني وخلقي اولا ورياضي ثانيا، هو ده الهدف بالدرجة الاولى. هتكون مباراة بشكل بين بطل ابطال افريقيا وبين نادي الزمالك اللي هو عاوز يسترد جزء من خسارته لقب سوبر المحلي بعد الاعتذار او الانسحاب منه، وعندك كمان عاوز الموسم بتاعه الفوز على الاهلي في حد ذاته بطوله ويديله دفعه معنويه في اللي جاي. فاعتقد انك انت هتبقى صراع ما بين رغبه مدرب عاوز ياكد تفوقه في اللي حصل في الدور الاول، وبين مدرب عاوز يطلع يحط نفسه ويقول ان انا خلاص انا جيت اهو، خلاص احنا المساله خلاص الكفه متساويه. مباراه هتبقى فيها صراع تكتيكي في الملعب وصراع وحماس ما بين اللاعبين. الفريق الاقل اخطاء والاكثر اهتماما بالتفاصيل الصغيره هو اللي يقدر يحسم طبيعي المباراه. الفريق اللي عنده جراءه هجوميه والفريق اللي عنده اصرار ورغبه وعزيمه هيكون له دور في الملعب. اعتقد كولر هي يعني يمكن من حتى رغم الظروف اللي بيلعب فيها كل 48 ساعه مباراه، في حد ذاته امر مرهق ومجهد، ويمكن هو اللي عمله بعد مباراه الاتحاد وجاب اللعيبه وقال لهم انا كنت اديكم 24 ساعه انا اديكم 48 ريحوا عشان الدنيا ضغط رهيب جدا عليه. فاعتقد انه الاهلي بيبقى شكله مختلف في المباريات الكبيره، بيبقى استعداد اللعيبه نفسيا وتأهيلهم ما يبقى مباراه، هتبقى مباراه صعبه على الفرقتين. الفريق الاكثر هدوءا هو الاقرب للفوز في اللقاء. استاذ جمال، الزمالك يدخل هذه المباراه بدون هدف، يعني هدفه الوحيد هو ان هو يفوز على النادي الاهلي زي ما الاستاذ محمود قال، انقاذ الموسم. صح. بالنسبه له معنويا وبالتالي الاقل او الاهدى اعصابا، الاقل ضغطا، امور كثيره جدا نقدر نقولها في هذا الامر. على الجانب الاخر، النادي الاهلي بيدخل هذه المباراة بعيدا عن نتيجة مباراة سيراميكا وبيراميدز، بيدخل هذه المباراة والغرض هو الفوز لاستكمال أو إنهاء الدوري بشكل يعني سريع. بالضبط. ثم إنهاء بقى المشوار ما بين الأرقام القياسية اللي بيحاول أن يتم إحرازها، ما بين أنه عايز يخلص عشان يريح معظم اللاعبين، أمور كثيرة جدا، وبالتالي الأكثر ضغطا. وعلى فكرة الدوافع ما زالت موجودة عند لعيبه النادي الاهلي، يعني سيبك من انه محقق النادي الاهلي هذه البطولات في موسم واحد، موسم قوي جدا بالنسبه للنادي الاهلي، موسم ناجح لكولر كمدير فني في اول ظهور له مع ناديه ان هو يحقق هذا النجاح بلا هزيمه الحمد لله. ده يخلي لعيبه النادي الاهلي ويخلي كولر عندهم الرغبه في انهاء الموسم بنفس النجاح وارضاء الجماهير، وكلنا يعلم ان جماهير النادي الاهلي لا ترضى الا بالفوز. يعني تخيل رغم كل ده مفيش حاجه اسمها جمهور الاهلي، احنا عارفينه، مفيش حاجه اسمها خلاص كده حلو واتعشت، لا هي لغايه اخر لحظه. يعني حتى بعد مباراه الزمالك المباريات اللي بعدها، هل تفتكر
ان النادي الاهلي تعادلت مع فيوتشر هيرفع لا النادي الاهلي هيرفع تعادلت مع فيوتشر الناس قالت لك ايه في ايه هل تفتكر ان النادي الاهلي هيرفع شعار خلاص بقى احنا كده تمام لا هيفضل هو هيرفع شعار مصلحه الفرقه لا هيفضل مصلحه الفريق ما هو هيفضل يعني. شعار مصلحه الفرقه احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل خلي بالك لا شعار شعار مصلحه الفرقه يا كابتن اسلام وفي نفس الوقت شعار استمرار الصوره الجميله اللي ظهر بيها ماشي ما هو شوف بقى هنا ساعتها مصلحه الفرقه ولا ده يعني ده كلام لا اصل مصلحه الفرقه انا فاهم قصد حضرتك ان هو هيبتدي يريح لعيبه هيبتدي كذا بس ده مش معناه انه لما يريح اللعيبه الاساسيين او بعضهم بعد التاكد من حسم البطوله طيب. مش معنى كده انه هيبقى هدفه يكمل ده كلام سبق لاوانه احنا لسه مش عارفين لا انا بتكلم على انه ده استمرار لنفس المنهج طيب. وهو ان النادي الاهلي يلعب من اجل الفوز كالعادة. دائما كالعادة كل المباريات استاذ محمود تحكيم مصري او هو الاقرب حتى الان ومش هو الاقرب هو يعني اللي احنا عارفينه يعني عندما سئل الحاج عامر حسين النهارده من زميلنا فاروق صلاح عن هذا الامر قال له لا خلاص هو الموضوع مش في ايدينا الموضوع في ايد مستر بيريرا هو اللي هيختار تحكيم اجنبي ولا تحكيم مصري صحيح. ولكن عندما سئل مستر بيريرا قبل كده خبير او رئيس لجنه الحكام قال انا ما بختارش حاجه السنه دي انا هبتدي اختار من السنه الجايه رايك طبعا احنا لغايه دلوقتي اتحاد الكوره ما افصحش عن يعني توجهه بالنسبه لحكم مباراه القمه يعني لا هو افصح وقال حكم مصري ما انا بقول لك لا انا واخد بالي يعني بعد الهيصه اللي انت شفتها بنتعامل مع التحكيم المصري حسب المزاج والهويه لما انا خدت الدوري بقى اعظم تحكيم انتوا بتجيبوا اجانب تفصيل لا ده انت بتتكلم على بعض ما لا يشجع النادي الاهلي ما انا بكلم لا ما انا واخد بالي ما انا بتكلم على المنافس لما خدت الدوري كان التحكيم المصري هم افضل مش عاوزين غير التحكيم المصري لما خسرت انا عاوز تحكيم مصري وتم التطاول تم التطاول والتجنيح على التحكيم المصري بصوره بامانه شديده جدا وعندهم حق طالما تترك المساحه لبعض هؤلاء للتطاول بهذه الصوره دون رد او دون ايقاف او دون التدخل والتشكيك في الزمن والدخول في كلام ما مش هتبقى فيها المسابقه يا كابتن اسلام زي ما احنا قلنا لما صدرت تصريحات من جانب والدنيا قامت ولا ولازم ناخد موقف قلنا قبل كده لما يجي تشويه لمسابقه وتضيع مسابقتك وتسمح لحد يطول عليك وتخلي الكلام كمان ناس من بره مش من عندنا تطلع كمان تدخل في الصوره ده حد ذاته امر في غايه الخطوره بامانه شديده أوكي. انا اعتقد انه بيريرا هيجيب طاقم تحكيم مصري خلاص ليه لانك انت كمان عندك حاجه انت مش واخد بالك منها ده في لائحه بقول لك 14 يوم يعني لائحه لازم حتى تجيب حكم تبعت قبلها باسبوعين باسبوعين تبعت وتجيب وكده يعني ماشي كره القدم ممكن يتغاضى عن هذا ماشي هيتغاضى ماشي خلاص يتغاضى اتحاد الكوره انا مش مختلف معاك بس هو اتحاد الكوره فعلا هيجيب طاقم تحكيم اجنبي خلاص والمباراه بقى عليه في اربع ايام صعب اعتقد الامور وبعدين هو السؤال هل هيفرق معاك في حاجه لا انا عاوز اقول لك على حاجه كان الاهلي ليس لا مش الاهلي مش طرف عاوز اقول لك على حاجه انا على المستوى الشخصي اتمنى ان هو يجيب طاقم تحكيم وماله ايه المشكله انا بس اتمنى ان يجيب طاقم تحكيم مستوى شخصي طبعا مستوى شخصي اتمنى يخلص لا هات طاقم تحكيم اي حاجه خلاص ما هات طاقم على فكره ده الافضل ليا وليك ولكل حاجه خلاص والطاقم كمان ايه درجه اولى عشان ايه رقم واحد مصنف الكلام ده واحد من الاربعه او الخمسه الكبار اتمنى يبقى في الكلام ده واللي يكسب يكسب ماشي اللي يكسب بقى ماشي ده هي كوره يا كابتن اصل اقول لك ايه دخلت الامور في السكك وفي نقد مش نقد لا ده رتح احنا دخلنا مساله رتح بامانه شديده دخلنا الهدف زياده مساحه التعصب بص عاوز اقول لك حاجه يعني انت شفت الصوره بتاعت كابتن سيد عبد الحميد وهو بيسلم على الحكم يتعمل منها فيلم وقصه طب ما انت هم عايشين يا كابتن يا استاذ محمود في ناس عايشه على مثل هذه الامور يعني انا النهارده جبت 10 اخطاء للحكام للتحكيم المصري مع نادي الزمالك صحيح انا ليه بعمل كده انا بوري بس للناس ان هناك امر مهم بيحصل عايزين نبعد اولا عن روح البروتوكول مفيش حاجه اسمها بروتوكول ثانيا عايزين نبعد عن الاحتواء مفيش حاجه اسمها احتواء هو انا لما بقول كده ما هو انت تقدر تجيب لي وانا اجيب لك وانت تجيب لكن انا بتكلم في مصلحه عامه ولست طرفا في اثاره حد لكن انا بتكلم في مصلحه كمبدا عامه كمبدا عام يعني كمبدا عام انا مع التحكيم المصري طبعا مع التحكيم المصري ولكن اكتر نادي اضر به خلال الفتره اللي فاتت من التحكيم المصري مين
لا النادي الاهلي، لا النادي، تعالى تعالى عدلك، لا تعالى عدلك على بشكل واضح، لا تعالى عدلك على الموسمين اللي فات يا كابتن سامي، ده غير الموسم ده، غير ده غير الموسمين اللي فات. انا السنه دي بتكلم، ما انا بكلمك متصدر، بس انت تخشى حاجه يا كابتن اسلام، لا تاخد بالك انه كل هذه الحمله اللي تمت يكون هدفها برضه الضغط على التحكيم المصري طبعا، واحداث نوع من حاله من الخوف والتوتر والقلق دي على فكره بتبقى برضه ليها حساباتها ماشي. فاعتقد انه بيريرا اللي احنا ما شفناش منه حاجه غدات، ما عارفينش يعني بيقيم ازاي او عامل ماشي ازاي، بيقول لك انا شغلي مش هيبدا السنه دي، شغله هيبدا السنه الجايه. لما نشوف بقى السنه الجايه، احنا ما عارفين السنه الجايه، احنا مالناش دعوه بالسنه الجايه، خلينا في اللي فاضل في الايام. وعاوز اقول لبيريرا خلي بالك بكره يوم حاسم، ها بكره، بكره في اربع ماتشات ده بكره وقت واحد، يعني بكره يوم صعب، بكره يوم صعب جدا، الغلطه في فوره صحيح ماشي. وعاوز اقول خلي بالك ويجب ان تكون هناك رقابه شديده، رقابة شديدة جدا، وامور محتاجه فعلا بامانه شديده، لانه بص النقطه اسوان والجيش اسوان والطلائع، الاسماعيلي والداخليه، عندك سيراميكا وبيراميدز، وعندك في ماتش رابع محله والبنك، المحله والبنك، لا ماتشات يوم الاثنين، المحله بكره، الماتشات دي حاسمه يعني في نفس التوقيت في نفس الوقت. ونتمنى ان تتم اذاعه المباريات كلها الحقيقه، عشان تبقى كل حاجه شهود بشهودها. وبناء عليه برضو مع كل هذه الامور، النادي الاهلي لا يناقش هذه المساله خالص. زي ما قال كده الاستاذ محمود وحضرتك، عايزين حكام اجانب هاتوا حكام اجانب، انت عايزه، عايزين حكام عرب هاتوا حكام عرب. برضه دي اراء شخصيه لينا احنا حضرتك، يعني الاهلي لو مطلق الحريه بالظبط، مطلق الحريه في اختيار دايما على فكره. ده المشاغل اللي هي الصغيره دي بتاثر على التركيز بتاعك انت طبيعي، فانت ما تشغلش بالك، انت عايز اي حكام من اي حته هات. طيب. هات. عموما نتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده، لسه بدري طبعا، لسه ثلاث ايام على المباراه الاهلي والزمالك، ولكن في النهايه بصراحه نفسي الواحد يشوف مباراه حلوه ان شاء الله. طبعا حلو ما بين طبعًا. الفريقين يعني، النادي الاهلي يلعب هتبقى حلوه ان شاء الله، ونادي الزمالك يلعب مباراه حلوه، النادي الاهلي يفوز ان شاء الله، ولكن يعني نشوف ماتش حلو كده ان شاء الله، من الماتشات الحلوه اللي تليق باسم كره القدم المصريه، وتليق باسم الناديين الكبيرين طبعًا. وتليق بالتحكيم المصري اذا كان الموضوع هيبقى فيه تحكيم مصري، ونشوف مباراة تليق باسم مصر إن شاء الله، شاء الله يوم الخميس القادم. أنا بشكرك جدا أستاذ كمال، شكرا جزيلا. أنا بشكرك جدا أستاذ محمود، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكون مع حضراتكم بكرة. بكرة الحلقة بتبقى الساعة 11 بعد برنامج ملك وكتاب. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البديل.